مساء الخير واهلا بحضراتكم في المواجهه. مواجهتنا الاولى النهارده هتكون مواجهه مسجله من خارج الاستوديو، هنتكلم فيها عن الزياره والندوه التثقيفيه اللي نظمتها وزاره الداخليه النهارده في منطقه السجون سجن تورا وتحديدا في قطاع السجون. دي كانت زياره مدعو اليها عدد من الاعلاميين والصحفيين، شخصيات عامه، حقوقيين، لمناقشه والاستماع لاوضاع السجناء وكيفيه التعامل مع حقوق السجناء. هنتعرف عن قرب على أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية المقدمة ليهم لنزلاء السجن، ولأي مدى في حفاظ على حقوق السجناء وفق الدستور والقانون، وإزاي تمكن قطاع السجون من تحقيق اكتفاء ذاتي من بعض الصناعات الغذائية ذات الجودة العالية. ضيفي في المواجهة دي هيكون أستاذ صلاح سليمان، الخبير الحقوقي واللي كان حاضر لهذه الندوة ولهذه الجولة. أنا كنت موجودة هناك، وبالتالي انتهز الفرصة أن أنا أتكلم معاه وأشوف هو كحقوقي يعني شايف وضع النزلاء في السجون ازاي، الزيارات اللي بيقوموا بيها، ما استمعنا اليه النهارده في الندوه هو موقفه منه ايه، شايف الامور اختلفت ازاي بالنسبه لنزلاء السجن، خصوصا ان احنا عارفين ان طول الوقت في تطوير فيما يخص السجون، وايضا يعني خلينا نقول ايه كل ما يخص حقوق السجناء في مصر. دي المواجهة الأولى. أما المواجهة الثانية فهنرجع على الهواء، هنتكلم عن الصحوة الأوروبية المتأخرة بشأن خطورة تنظيم الإخوان الإرهابي ووقوفه وراء نشر الفكر المتطرف في ربوع القارة العجوز. توالت الهجمات الإرهابية في أوروبا، وكان آخرها حادث فيينا، وسبقه هجوم في مدينة نيس الفرنسية. أوروبا بتدفع ثمن تجاهل التحذيرات المتكررة حول تلك الجماعة بأن هي منبع وأصل كل التنظيمات الإرهابية في العالم، والحقيقة أنه العاقبة عاقبة سيئة بالتأكيد على الجميع. مع توغل عناصر هذه الجماعة الإرهابية في المجتمعات الغربية بيدفع المواطنون هناك الثمن في ظل التغيير الديموغرافي اللي أحدثوه، ومن خلال جمعياتهم المشبوهة اللي بيحاولوا من خلالها أن هم يخلقوا مجتمع إخواني في الغرب بيصعب للأسف تفكيكه. العواصم الغربية دلوقتي بدأت تدرك يعني عواقب احتضان جماعة الإخوان الإرهابية، خصوصا فرنسا والنمسا مؤخرا زي ما كنا بنقول عانوا من تبعات هذه القرارات، ويبدو أن في قائمة طويلة من الدول الأوروبية ستضيق الخناق كمان على الإخوان بعد اكتشاف حقيقتهم الإرهابية. على العموم ضيفي في المواجهة دي هيبقى الأستاذ محمد الديهي، الكاتب والمحلل السياسي، لكن الأول نتابع مع حضراتكم أهم الأخبار والأحداث النهاردة. خلونا نبدأ أخبارنا بنشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي. النهاردة الرئيس تفقد الكلية الحربية وحضر اختبارات كشف الهيئة لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية الجدد. لتفاصيل أكتر خلينا نتابع هذا التقرير. تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مقر الكليات الحربية، وكان في استقبال سيادته لدى وصوله إلى مقر الكليات الحربية الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة. وحضر سيادته اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس أكد أن القوات المسلحة تنتقي رجالها من بين آلاف المتقدمين، وذلك باتباع أرقى الأساليب العلمية في الاختيار في إطار من الشفافية وبكل حيادية ونزاهة دون الالتفات إلى أي اعتبارات أخرى ومن كافة فئات الشعب المصري، وأن الأفضلية دائما للطالب الذي يجتاز بنجاح جميع الاختبارات العلمية والطبية والنفسية والرياضية. وقد أشاد السيد الرئيس بمستوى الطلبة المتقدمين ومدى حرصهم على الالتحاق بالقوات المسلحة لنيل شرف الدفاع عن أمن مصر واستقرارها، وليكونوا إحدى أهم الركائز الأساسية لبناء قادة وضباط المستقبل داخل مؤسسة القوات المسلحة العريقة، ليتواصل عطاء أبنائها جيلاً بعد جيل. كما ناقش السيد الرئيس الطلبة المتقدمين في عدد من الموضوعات والقضايا التي تدور على الساحتين المصرية والإقليمية والعالمية، وكذلك المعلومات العامة عن تاريخ مصر وما شهدته من نهضة شاملة في مختلف المجالات، مشيدا سيادته بنظام الاختبارات العلمي المتميز الذي يتم اتباعه لانتقاء أفضل العناصر للانضمام للصفوف القوات المسلحة.
كما أكد السيد الرئيس أن طلبة الكليات والمعاهد العسكرية يشكلون مع زملائهم من طلبة الجامعات المدنية أمل مصر وتطلعها نحو مستقبل أفضل، وأن ما تواجهه مصر من مخاطر وتحديات تتطلب إعداد أجيال على أعلى درجات الوعي والإدراك الصحيح بقضايا أمتها، وبذل أقصى جهد لإعداد هذه الأجيال وتطوير المناهج العلمية والمهارية لتتماشى مع ما تواجهه الدولة من تحديات. الحقيقة أنه كان في مجموعة من الرسائل المهمة للرئيس السيسي، تعالوا نستعرضها من خلال هذا العرض التالي ونرجع لحضراتكم من تاني. معانا على التليفون اللواء عادل العمده المستشار باكاديميه ناصر العسكريه العليا. سياده اللواء اهلا بحضرتك. اهلا استاذ ريهام، اهلا بحضرتك، اهلا وسهلا. قول لي، شايف ازاي اهميه تفقد الرئيس السيسي للكليه الحربيه وحرصه على حضور اختبارات الطلبه طلبه الكليات والمعاهد العسكريه الجدد بنفسه؟ يمكن سيادته بيقدم رسائل لان كل ما يتم في اطار من الشفافيه وبكل حياديه ونزاهه، تاكيد على هذا الكلام. يتم الاختيار من كل فئه الشعب، يعني مفيش عنصر يتميز على عنصر ولا فئه تتميز على فئه، ولكن الافضليه للطالب اللي بيجتاز جميع الاختبارات نجاح. طبعا الاختبارات معلوم انها اختبارات طبيه واختبارات نفسيه واختبارات رياضيه بالاضافه الى اختبارات علميه طبعا في البدايه. اللي عايز اقوله ان عده رسائل قدمها السيد الرئيس النهارده، لما الدارس او الطالب اللي بيود الالتحاق بالكليات العسكريه يجد القائد الاعلى للقوات المسلحه هو اللي قدامه في المنصه، تخيل حضرتك الشعور في هذا التصرف ايه؟ لما يبقى في ثقه كده وفي تواصل بينه وبين الاجيال وشوفهم افكارهم ايه ورؤيتهم ايه ومدى اقبالهم ويعني عايزين ليه الكليات العسكريه، يبقى اذا هنا نقول ان الاجيال القادمه كلها ربيت على انها تكون داعمه لمصر، سواء كانوا كليات عسكريه او كليات مدنيه، الخريجين هم امل مصر واللي بيحافظوا على نهضتها وتقدمها هم دول الجيل الجديد الواعد اللي بتسلم القياده من الاجيال القديمه لكي نبني مصر المستقبل ونحافظ على استقرارها وامنها. بياكد لهم ان لازم نكون على درجه من الوعي كلنا كشباب وكابناء من ابناء هذا الوطن لكي نجابه التحديدات والتحديات والمخاطر المنتجه في اطار معركه الوعي اللي بنعيشها وبيعيشها العالم كله في هذه الفتره، خصوصا بعد التغير والحروب واختلافها من الجيل الرابع والجيل الخامس. عده رسائل قدمها السيد الرئيس بتواجده النهارده بين ابنائه لكي يؤكد ويدلل على ان في متابعه، في شفافيه، في مصداقيه، الكلام اللي قبل كده كان بيتقال لا مش موجود النهارده في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. مصر قادره، مصر ماضيه، مصر تؤكد على الالتزام بكل ادوات الشفافيه والنزاهه والشرف. اكيد. انا بشكرك شكرا جزيلا ست لواء عادل العمده. ومعانا كمان على التليفون لواء طيار دكتور هشام الحلبي المستشار باكاديميه ناصر العسكريه العليا وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجيه. اهلا بحضرتك يا فندم، وعايزينك تكلمنا عن اهميه حضور الرئيس السيسي بنفسه لكشف الهيئه لاختيار طلبه الكليات والمعاهد العسكريه العليا. الحقيقه في اهتمام كبير جدا من السيد الرئيس بمنظومات التدريب في القوات المسلحه والشرطه، خاصة تدريب طلبة الكليات العسكرية. يمكن احنا شفنا الكلام ده في زيارات الرئيس المتعددة للكلية الحربية وكلية الشرطة في مناسبات عديدة. منظومة التدريب الحقيقة بداية النقطة الأولى ليها هي منظومة الانتقاء والاختيار للمقاتل، لأن التدريب في القوات المسلحة على منظومات تسليح معقدة ومهام الحقيقة متداخلة لمواجهه عدائيات تقليديه وغير تقليديه، الحقيقه بقت الحرب اكثر تعقيدا، والحرب علم يحتاج الكثير من الدراسه وفي مجالات متعدده بتتشابك مع بعض. فالانتقاء والاختيار هو الاساس وهو النقطه الاولى، واذا انا اخترت المقاتل صح من البدايه وتاكدت من لياقته الصحيه والبدنيه والنفسيه طبقا للمعايير العاليه اللي هيخليه
يلتحق بالبرامج دي وتبقى نقطة بداية قوية، هيبقى المقاتل ده هيستمر مقاتل قوي وقادر على تنفيذ المهام. هي السيد الرئيس مهتم بالمنظومة دي، وهي منظومة الحقيقة تتميز بالاحتراف والشفافية والنزاهة والحيادية، ودي كانت نقطة الحقيقة مسار يمكن تأكيد السيد الرئيس في زيارته النهاردة للمشهد الأخير في المنظومة هو كشف الهيئة. طب إلى أي مدى بتتمتع منظومة الانتقاء والاختيار لأعضاء الكليات العسكرية بالشفافية فندم والنزاهة والاعتماد على الكفاءة وإنه ما فيش فيها أي مجاملات؟ والله هي منظومة فندم مميكنة، دي أول نقطة أنا هقول لحضرتك عليها، أنها منظومة مميكنة فيها أجهزة الحاسبات على اختلاف منظوماتها بتخش في المنظومات. على سبيل المثال هتلاقي المنظومة الطبية تكلم على أشعاعات وتحاليل وكشوفات بأجهزة، وبالتالي الكشوفات بالأجهزة دي مش بيجامل حد في الكشف الطبي مثلا. برضو المنظومات الخاصة بالمنظومات الرياضية برضو منظومات لها معايير واضحة جدا ومستوى لياقة طبي واضح، وكل تمرين من التمارين ايه المطلوب فيه. برضو المنظومة العلمية ومدى استعداد الطالب النفسي والمنظومة النفسية بالذات أصبحت أيضا مميكنة، وبيكشف بصورة يعني من خلال منظومات وأجهزة حاسبات على النواحي النفسية. فميكنة المنظومة دي بتدي حاجتين، بتدي دقة عالية جدا في الاختيار، وأيضا إقناع تام للمتقدمين بأن المنظومة فيها شفافية وحيادية ونزاهة، ودي نقطة مهمة، وخاصة حضرتك شايفة أن اقبال عالي جدا من مش بعتبر من الطالب بقى، بعتبر من الشعب المصري، ما الطالب ده يعني اسرته موافقه انه يروح ويلتحق، دي نقطه ايجابيه جدا داخل المجتمع المصري. فالمنظومه الحقيقه بتاعت الانتقاء والاختيار الحقيقه يعني الناس بتشيد بيها، وواضحه جدا انها منظومه يعني اقنعت الناس بصوره كبيره جدا انها في شفافيه وحياديه ونزاهه، وده بيطمن الحقيقه المواطن. النقطه عايز اقولها، الطالب اللي ما قابلش يعني هو ما يزعلش، لان هو يعني ممكن ان شاء الله هيتماس مكان تاني واتجاه تاني. يعني التوازن بين القطاع المدني والقوات المسلحه، وانا عايز برضو دول في مجالات اخرى يعني هيتميزوا ان شاء الله، مش معنى كده ان هو وحش. انا برضو عايز اكد على النقطه دي، ان هو بس هي المعايير دي قد يعني لا يستطيع استيفائها لسبب او اخر، لكن ممكن عنده من الامكانيات ان هو يتميز جدا جدا في مجالات اخرى. ممتاز. احنا بنشوف الرئيس الحقيقه سياده اللواء يعني طول الوقت عنده جولات وجولات ميدانيه زي ما احنا شايفين النهارده امبارح او كل يوم في مكان، وبيقابل المسؤولين عن الملفات يعني المرتبطه بهذه الجولات ويتكلم معاهم ويشوف ايه اللي حصل وايه اللي تم. الى اي مدى ده يعني بيقدم مثال او قدوه لباقي المسؤولين على ضروره النزول لأرض الواقع، أو ضرورة النزول للموقع نفسه للوقوف على كل ما يخص الملفات المختلفة؟ حضرتك لمست نقطة مهمة جدا أضيف عليها، الاهتمام بالتفاصيل. يعني هتلاقي السيد الرئيس بيهتم جدا بالتفاصيل في كل زيارة، وحتى الناس تقول يعني هو الاهتمام بالتفاصيل دي يعني مهم جدا يا فندم. كل ما اهتم بالتفاصيل، كل ما الموضوع يطلع في شكله النهائي بالصورة اللي أنا عايزها، وتبقى صورة قوية وليها استمرارية عالية وبداية قوية، سواء دي تطلع عاصمة إدارية جديدة أو طرق أو زي ما شفنا مركز القادة الاستراتيجي وهكذا. المتابعة المستمرة فندم أساس النجاح. أنا ممكن أخطط استراتيجي بصورة كويسة جدا، وأنزل الخطط الاستراتيجية دي لأجهزة الدولة من وزارات ومحافظات وخلافه، لكن بعد ما التخطيط الاستراتيجي يتم، لما ينزل السيد الرئيس ومعاه عدد من المسؤولين للمواقع التنفيذيه ويرى التخطيط الاستراتيجي، على فكره ساعات ممكن يواجه يلاقي بعض النقط اللي ممكن تتعدل، ويمكن توجهات الرئيس بتبقى واضحه في النقط دي، او يلاقي مجالات تطوير جديده من الناس اللي شغاله في المواقع نفسها. النقطه المهمه جدا بقى وجدا، وحطها تحتها خطوط كتيره جدا، بتدي دفعه معنويه غير طبيعيه للعاملين اللي شغالين في المواقع. وشفنا المشهد الرئيس في العاصمه الاداريه الجديده، وكم العمال على اختلاف تخصصاتهم واماكنهم، والفرحه في عينيهم ان رئيس الجمهوريه معاهم في الموقع اللي بيبني فيه واللي طالع على السقاله وهكذا.
النقطة دي بتدي دفعة قوية جدا، ودي أنا شايف إنها بتساعد كتير على إنجاز المشروعات في الوقت المطلوب منه، وفي ظل مثلا أزمة زي أزمة كورونا العالم واقف، لكن في مصر الحقيقة الدفعة المعنوية اللي بيديها زيارات الرئيس أنا شايف إنها تغلبت الحقيقة على مشكلة تأخير الوقت نتيجة أزمة كورونا. أكيد. أنا بشكرك شكرا جزيلا سيادة اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، شكرا لحضرتك يا فندم. هنروح لبطولات الشهيد اللواء ياسر عصر وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، واللي استشهد اليوم أثناء قيامه بمهام عمله ومشاركته في فحص حريق داخل محطة مترو مسرة وسقوطه داخل الهواية خلال محاولات ومساعدة رجال الحماية المدنية لإخماد الحريق. قرية مشتهر التابعة لمركز طوخ بمحافظة الأيوبية اتشحت اليوم بالسواد بعد استشهاد اللواء ياسر عصر الشهيد الراحل، له العديد من البطولات من بينها السيطرة على حريق نشب في أحد القطارات في عام 2016 وعدم انتظار وصول الدعم، واقتحم النيران وقتها وبدأ في إخلاء الركاب وأمسك بضفاية حريق للتعامل مع مصدر الحريق، ومنعت شجاعته امتداد النيران لعربات أخرى من القطار. فخور بوالدي جدا، والدي فنى حياته في حبها، في حب الوطن ده. ابويا ما كانش بيعمل كده عشان هو عايز حاجه، ابويا كان بيعمل كده عشان هو فعلا كان بيحب الشغلانه اللي هو شغالها. كان ممكن زي ما ضحى بحياته دلوقتي كان يضحي بحياته الف مره. اول مره لما القطر كان مولع هو محدش راضي يخش، محدش دخل عشان يطفيه، هو دخل طفاه. المرات دي نفس الموضوع، بس هي قضاء وقدر بقى الحمد لله. كان في 2016 برضو كان في برضو هو في محطة الضواحي في سكة محطة سكة حديد مصر، برضو كان موقف مشابه لكده، برضو كان حريق في عربية وكده، وبرضو تقدم مع ان هي رتبته مش شوية يعني، في ناس اقل من ممكن يقدمهم، ولكن هو تقدم قبل الناس الصغيرين. نفس اللي حصل امبارح، وانا احتسب عند الله شهيد. سيادة اللواء بالنسبة لي هو ابن عمي وفي منزلة اخويا بالظبط، وهو بيمثل تاريخ طويل من العطاء والعمل وأداء الواجب، وهو أصلا جده عمدة، إخواته نفس القصة أطباء أو ضباط، كلهم يشاركون في العمل العام من أجل مصر، وده كان واضح لأن هو برضه من فترة بسيطة كان برضه مشارك في إطفاء حرائق وإنقاذ أرواح ملايين، وعمره ما تأخر عن حد في أي حاجة تتخيليها. وعلى فكرة دي تاني مرة تحصل له، لأن قبل كده كان في السكة الحديد وحصلت حريقة في القطر وبرضه هو دخل طفاها. ما زعلش أي حد طول عمره، وراجل محترم وبينفق على الفقير وعلى ده وعلى ده، على كل واحد بيعمل خير كتير يعني. خسرنا ناس حلوة، كان يجي يركبني لحد باب المترو يقول ادعي لنا يا حاج رضوان في مولانا سيدنا الحسين، في ستنا السيدة زينب. كان محب لآل البيت، محب لسيدنا النبي، محب للجميع كله، كان يعني دايما بشوش ودايما يحب يعني. مش انا مش هقدر اتكلم. رحمة الله على الشهيد طبعا، ويعني بنتمنى الصبر والسلوان لأسرته ولجيرانه ولأهله لزملائه. بالتأكيد هو دفع حياته، هو في مكان أفضل، ولكن طبعا ربنا يصبر أسرته يا رب.
هنروح للمبادرة الرئاسية للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة. النهاردة دكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أعلنت إجراء المسح السمعي 1,039,446 طفل حديث الولادة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة منذ انطلاق المبادرة في شهر سبتمبر من العام الماضي. معانا على التليفون الدكتورة إيمان عبد البديع استشاري السمعيات بمعهد السمع والكلام وعضو المبادرة الرئاسية للمسح السمعي للأطفال حديثي الولادة. دكتورة مساء الخير، أهلا بحضرتك، وياريت تكلمينا عن أهمية المبادرة دي وإزاي ساعدت في اكتشاف حالات من الأطفال المصابين بضعف وفقد السمع في الوقت المناسب. أهلا وسهلا بيكي. هو دلوقتي الأطفال أساسا ضعف السمع ده من أكثر المشاكل اللي احنا بنواجهها مع الإعاقة السمعية عموما، مش بس في الأطفال. احنا كل سنة بتمر في عمر الطفل هي بتبقى تأخر اللغة هيبقى أكثر لو أنا ما تدخلتش مبكرا، فأنا بالتالي كل ما اكتشف ضعف السمع ده بدري يبقى أنا تدخلت بدري، يبقى أنا منعت الإعاقة السمعية وبالتالي تأخر اللغة وما يترتب عليه بقى من تأخر في الدراسة وتأثير في الحياة الأكاديمية والمستقبل الطفل بعد كده. فطبعا كل ما بنتدخل بدري كل ما بيبقى أحسن. المبادرة دي بتهدف إن احنا نحاول نكتشف بدري الحالات اللي ممكن يبقى فيها مشاكل، بس مش معنى كده إن كلها بيطلع فيها مشاكل، ونبتدي نعملها تشخيص بدري. فبالتالي لو لقينا حاجة أو أي مشكلة نقدر نتدخل مبكرا، وبالتالي النتائج إن شاء الله هتبقى أحسن، وممكن يدمج بعد كده، يندمج في المدارس العادية ويمشي في سكته زي أي طفل، ما يبقاش فيه إعاقة بإذن الله إن شاء الله. طيب إيه الإجراءات اللي بيتم اتباعها مع الحالات اللي بيثبت فعلا وجود مشكلة عندها في السمع، وهل العلاج في الحالة دي بيكون مجاني؟ طبعا هو الدولة على فكرة هي موفرة موضوع العلاج المجاني للأطفال، وإحنا يمكن من الدول اللي مش كتيرة في المنطقة ومن أوائل الدول اللي موفرة سواء العلاج ده علاج طبي أو علاج جراحي أو معينة سمعية سماع أو قوقعة، ده متوفر في الدولة بالمجان لجميع الأطفال سواء اكتشفوا مبكر أو اكتشف متأخر، يعني الحمد لله ده متوفر لكل الأطفال. بس هي النقطة إن احنا نبتديها بدري، دي اللي كانت أهمية الموضوع ده. فإحنا الحالات اللي يعني مش بتنجح في المرحلة الأولى من المسح السمعي بيتم عمل مسح سمعي مرة ثانية بعدها بأسبوع، وإذا فشل المسح السمعي ليس ضروري إن يبقى فيه إعاقة سمعية، بيتحول إلى مستشفى متخصصة، والحمد لله تم تجهيز وحاليا يتم تجهيز باقي المستشفيات بحيث ان يبقى في جميع المحافظات هيبقى فيها مستشفيات مجهزه بحيث ان يبقى الطفل يتشخص حالته وبالتالي نبدا العلاج مبكر على حساب التامين الصحي كله باذن الله. طب هل عدم اجتياز الطفل الاختبار الثاني للسمع ده بيبقى معناه ان هو مصاب فعلا؟ لا خالص. ودي مشكلة على فكرة، ده سؤال مهم قوي، لأن إحنا كتير من الأهالي والأمهات بتيجي تبكي إنها متخيلة إن الطفل ده عنده مشكلة، وفي ناس كمان ما يروحوش على المستشفيات الحكومية المجهزة ويطلعوا على عيادات دكاترة برايفت بره مستعجلين لأن متهيأ لهم إن طفلهم كده عنده مشكلة. لا خالص، إحنا بنقول إن ده محتاج اختبارات تخصصية أكتر في الوحدات المتخصصة للاختبارات السمعية. هل يجتازها أو لا؟ ده اللي احنا نقدر نحدد بعد كده في مشكلة أو ما فيش مشكلة. طب بالمناسبة دي برضو، إيه هي أسباب ضعف السمع لدى حديثي الولادة دكتورة إيمان، وخطورته كمان إيه؟ أسبابه هو أسبابه كتير قوي، بس لو احنا جينا في الواقع هنا بالذات في بلاد زي في مصر يعني جواز القرايب، عشان جواز القرايب عندنا في حتت معينه في الاقاليم ده من الاسباب،
فده من أهم الأسباب عندنا بصراحة. وبعد كده في مشاكل بتحصل أثناء الحمل أو أمراض زي سايتوميجالو، في أدوية الأم بتاخدها غلط أثناء الحمل، وفي مشاكل أثناء الولادة زي الطفل اتولد بدري، ازرق، جاله صفرة، وزنه صغير. ففي أسباب كتيرة متعددة قبل وأثناء وبعد الولادة بتسبب المشكلة. طب في السابق كان يعني بيتم اكتشاف ضعف السمع إزاي في ظل غياب المبادرة دي؟ ما هي دي كانت المشكلة الكبيرة، إن الأهالي ما بياخدوش بالهم، متهيأ لهم إن الطفل ما بيتكلمش بكرة يتكلم، بكرة دي بتبقى عند 3 4 5 و6 سنين كمان. فبالتالي لما نيجي نلبسه سماعة، طب ما هو ما بقاش عنده أنا التعليم أول 3 سنين هي أهم 3 سنين لتعليم الطفل اللغة. فأنا لما بلبسه السماعة أو بعمله زرع قوقعة، النتائج ما تبقاش هي دي النتائج اللي احنا مستنيينها من الطفل. طبعا فاحنا للاسف هم بيستنوها، لو ما كانش الاب والام واعيين، لا اصل احنا قلنا هيتكلم، لا اصل بنت خاله كانت متاخره، وهكذا بيقعدوا يوجدوا مبررات وما بيحطوش في دماغهم ان الطفل ده ممكن يبقى عنده اي اعاقه سمعيه. طب هل عندنا اي احصائيات حول عدد المصابين بضعف السمع بين الاطفال حديثي الولاده يا دكتوره؟ هي تعتبر بدري شوية، لأن هي كانت محاولات فردية، يعني احنا نشوفها يعني النسبة العالمية من 1 لـ3% للأطفال العاديين اللي ما دخلوش حضانات، من 1 لـ3 في الـ1000 أسفل. بس احنا بالنسبة لنا في الحاجات الفردية اللي اتعملت بتقول كده، احنا مستنيين بقى ان الحالات اللي طلعت من المبادرة في حوالي 7000 حالة اتبعتوا للمستشفيات، التشخيص بياخد وقت شوية، بنشوف الإحصائيات دي لما تتبعت على السيستم، وحنقدر ساعتها بإذن الله نحدد النسبة بالضبط صلت عندنا دي. تمام، أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتورة إيمان عبد البديع، استشاري سمعيات بمعهد السمع والكلام وعضو المبادرة الرئاسية للمسح السمعي للأطفال حديثي الولادة، شكرا لحضرتك. هنروح لبرامج الحماية الاجتماعية، وعلى الأخص برنامج تكافل وكرامة. وزارة التضامن الاجتماعي وصلت صرف المساعدات النقدية للأسر الأولى بالرعاية ضمن برنامج تكافل وكرامة. الوزارة قالت كمان أن 70% من إجمالي تكلفة الدعم النقدي تكافل وكرامة بيتم توجيهه إلى محافظات الوجه القبلي، وأن ده ساهم في خفض نسب الفقر 5%. طيب خلينا برضو نشوف مع حضراتكم هذا العرض عن برنامج تكافل وكرامة لمزيد من المعلومات والتفاصيل. هنروح لنشاط رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، استكمالا لاستعراض تقرير المتابعة الدوري لبرنامج عمل الحكومة خلال عامين من يوليو 2018 وحتى يونيو 2020، واللي قدمته الحكومة إلى البرلمان في ضوء التزامها بإطلاع الشعب المصري وممثلي الشعب في مجلس النواب والشيوخ على تقدم الأعمال في برنامج عملها مصر تنطلق. تناول تقرير الحكومة ما تحقق في إطار التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي. هنشوف وهنتابع مع حضراتكم عرض حول أبرز الأرقام اللي تضمنها تقرير الحكومة.
معانا على التليفون الدكتور مصطفى ابو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصاديه. دكتور مساء الخير واهلا بحضرتك، وقول لنا ايه اهم ما توقفت امامه في هذا الانفوجراف وتحليلك للارقام، خصوصا ان حجم الاستثمارات الحكوميه خلال سنتين بلغ 324 مليار جنيه. اهلا وسهلا بحضرتك ريهام والساده المشاهدين. طبعا في حقيقه الامر يعني برنامج عمل الحكومه مليء بالانجازات والنقاط المضيئه، ولكن خلينا اقول لحضرتك ان حجم ما تم انجازه خلال العامين الماضيين بتنفيذ الحكومه ل 7320 مشروع في كافه القطاعات زي قطاع البترول والاسكان والكهرباء والطاقه المتجدده والتعليم والصحه، ده كمان بالاضافه لاهتمام الحكومه باحداث تحول هيكلي في تنميه الصعيد بتنفيذ 2575 مشروع. ده معناه ان الحكومه في استراتيجيتها بتؤكد على تحقيق التنميه في كافه محافظات الجمهوريه عشان تضمن توزيع عوائد التنميه على كافه المحافظات. طبعا النقطه الثانيه هو الاهتمام الحثيث من قبل الحكومه المصريه في قطاع المشروعات الصغيره والمتوسطه، واللي قدرت خلال العامين الماضيين ان هي يستفيد 2.3 مليون مستفيد من المشروعات الصغيره والمتوسطه من خلال إتاحة التمويل لتلك المشروعات اللي بلغت قيمتها أكثر من 10 مليار جنيه. ده بيكون ليه آثار إيجابية في توفير الكثير من فرص العمل اللي وصلت ل 670 ألف فرصة عمل. طبعا ده بيؤكد اهتمام الدولة بالإضافة لمساعدتهم في تسويق منتجاتهم، واللي احنا شفناه خلال الفترة الماضية من خلال معرض تراثنا، وازاي ان هم يقدروا يوصلوا في عمليه التشبيك ما بين المستثمرين او صغار المستثمرين في المشروعات الصغيره والمتوسطه مع الشرائح المستهدفه لمنتجاتهم. بالاضافه لده ان احنا او الحكومه قدرت تنجح في معضله القطاع الغير الرسمي لضمه للاقتصاد الرسمي في ضم اكثر من 438 الف شركه. ده معناه ان ده هيكون ليه اضافه لانتاج تلك الشركات للناتج المحلي الاجمالي، اللي بيكون ليه اثار ايجابيه على زياده الحصيله الضريبيه واستيداء حقوق الدوله، بما يساهم طبعا في زياده الايرادات العامه للدوله وزياده قدره الدوله الماليه على الاهتمام بكافه القطاعات الاخرى زي التعليم والصحه والبرامج الاجتماعيه. طبعا الحكومة المصرية من أهم الملفات اللي بتهتم بيها جدا هو ملف الحماية الاجتماعية من خلال برامج تكافل وكرامة وحياة كريمة والضمان الاجتماعي، اللي خلال العامين الماضيين بس استفاد 32 مليون مواطن وزيادة أعداد أصحاب المعاشات إلى 10 مليون مواطن. ده طبعا إلى الكثير من الملفات الأخرى زي تطوير ملف العشوائيات والإسكان الاجتماعي وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي. طبعا كل ده بينصب في تحقيق جودة الحياة للمواطن المصري، وإزاي أن الدولة تقدم كافة الخدمات اللي تضمن ليه حياة كريمة والوفاء بكافة التزاماته. طبعا على الجانب الآخر في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بعد وصول الدولة المصرية للاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في عام 2019، ابتدت الدولة تتوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وتخطط حتى الخطة المستهدفة لتوصيل الغاز الطبيعي. ده بينم على إن الدولة عازمة بكل جهد وإرادة حقيقية على تحقيق مفهوم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصري. طيب شايف إزاي يعني بعد ما ذكرنا كل هذه التفاصيل والمعلومات والأرقام، طبعا في رقم مهم برضو اللي هو تنفيذ 7320 مشروع في سنتين بس، قول لي ده حصل إزاي؟ يعني إزاي وصلنا إن احنا قدرنا نحقق شيء الحقيقه ان كتير مننا كان ممكن هو يشوف ان هو اعجاز في وقت سابق؟ طبيعي ده انجاز كبير بكل المقاييس. احنا ده شفناه من بدايه 2016 مع تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي واهتمام القياده السياسيه بتنفيذ او سرعه وتيره انجاز كافه المشروعات القوميه
اللي بتتم في كافة أنحاء الجمهورية، والمتابعة الحثيثة والرقابة على خروج المشروعات بأعلى جودة ممكنة لتحقيق المستهدفات الخاصة بتلك المشروعات. وده بيخلينا نحقق مفهوم أو النظرية الاقتصادية للدفع القوية للنمو الاقتصادي، لأن ده بيخلي عوائد الاقتصادية على المواطن إن هو بيزود من متوسط نصيب دخل الفرد، وبالتالي بيحدث نوع من التحول الهيكلي المطلوب للاقتصاد المصري في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الإيرادات العامة للدولة، اللي بتتيح للدولة من خلال زيادة مواردها إن هي تتوسع في المشروعات، وبيكون عندها القدرة المالية على إنجاز هذا الكم الكبير من المشروعات، وبالتالي تنفيذ هذا الكم الكبير اللي 7320 مشروع هو رقم ضخم بالفعل في سنتين. وبالتالي الدولة والحكومة بتحاول إنجاز تلك المشروعات لتحقيق أقصى استفادة وجني ثمار تلك المشروعات. إحنا طبعا يعني في بداية التقرير أشار إلى أن عوائد التنمية حصل فيها تباطؤ بسبب جائحة كورونا، واللي كان من المستهدفات إن إحنا نصل بنمو اقتصادي 6% كما كان هو مستهدف في الموازنة الماضية، ولكن طبعا من بداية 2016 والدولة حطت أسس ثابتة وراسخة للاقتصاد المصري وبنت عليه عشان تقدر تواجه تلك الجائحة، واللي خلتنا النهاردة نكون من أقل الدول تأثرا بتداعيات فيروس كورونا بشهادة كافة المؤسسات الدولية الكبرى في تقييم الاقتصاديات الناشئة. اتفضل يا فن. وبالتالي الإسراع من تنفيذ المشروعات ده بيكون ليه أثار إيجابية على جني ثمار تلك العوائد من تلك المشروعات، وبالتالي الإسراع في الحفاظ على ما تم تحقيقه في برنامج الإصلاح الاقتصادي على كافة المؤشرات الكلية للاقتصاد، من ارتفاع في معدل النمو من خلال انخفاض معدل البطالة. يعني آخر تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أشار أن انخفاض معدل البطالة وصل إلى 7.3، مع العلم أن قبل جائحة كورونا كنا وصلنا إلى 7.5%، وده معناه أن بفضل الإسراع في المشروعات القومية والاستمرار في تنفيذها وتنفيذ الكثير من المشروعات، ده ساهم بشكل بقى في فرص كتير. عمل طبعا كتير بالضبط. كافة المشروعات القومية أستاذة ريهام بيكون ليها هدفين رئيسيين، هو زيادة الإنتاج اللي بيساهم في حجم إنتاج الدولة بالزيادة، والجانب الآخر المهم هو توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة. يعني كمان الفرص العمل غير مباشرة دي بتكون مرتبطة بالصناعات اللي بتكون مرتبطة مع المشروعات. يعني مثلا لما بنشوف حجم الانفاق على الوحدات السكنية والإسكان الاجتماعي، ده بيشغل معاه صناعات زي الحديد والصلب والأسمنت والطوب وقطاع التشييد والبناء بأكمله، وبالتالي بيوفر الكثير من فرص العمل بتساهم في انخفاض معدل البطالة. طب خليني أسأل بقى حضرتك دكتور مصطفى كمان، شايف إزاي انتشار خريطة المشروعات القومية يعني في كافة أنحاء الجمهورية سواء كان شمالا أو جنوبا شرقا أو غربا؟ ده الهدف الأساسي اللي بتشتغل عليه الدولة منذ 6 سنوات، وهو توزيع المشروعات القومية في كافة أنحاء الجمهورية بهدف ضمان تحقيق تنمية مستدامة وفاعلة على كافة المحافظات، وليس فقط الاهتمام ببعض المحافظات بعينها زي العاصمة أو الجيزة أو الإسكندرية، ولكن كافة المحافظات الجمهورية عشان تقدر تستخدم الموارد اللي موجودة في كل محافظة وتقدر تنميها من خلال بقى إذا كانت مشروعات صناعية أو مشروعات زراعية على حسب المحافظة وإمكانياتها ومواردها، ومن خلال ده تقدر تعظم القيمة المضافة للمحافظة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وبالطبع بتوجد فرص عمل لأهالي تلك المحافظات بحيث ان هم ما ينتقلوش من محافظه الى اخرى، ولكن يتم
إيجاد فرص عمل داخل محافظاتهم، وهو ده الهدف الأساسي من الخطة الموضوعة من قبل الدولة أو الإطار العام لوثيقة استراتيجية مصر 2030. تمام، أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور مصطفى بوزين مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، شكرا لحضرتك. هنروح للشأن التركي. كشف مركز بيجن السادات في دراسة أعدها المركز عن أن الصراع في بحر إيجا بين تركيا واليونان من الممكن أن يؤدي إلى تقوية العلاقات بين اليونان والاتحاد الأوروبي وقيام الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات اقتصادية على تركيا. المركز أوضح كمان أن الاتحاد الأوروبي ليس مؤسسة أو ليس المؤسسة الأوروبية الوحيدة اللي بترفض ممارسات إردوغان في بحر إيجا، وإنما أيضا حلف شمال الأطلسي الناتو ودوله وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية واللي بتعادي سياسة إردوغان المتطرفة. إحنا معانا على التليفون الأستاذة نرمين سعيد الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم، مساء الخير. مساء النور. في البداية قولي، شايفة إزاي ممارسات نظام إردوغان في بحر إيجا؟ هو خليني أقول لحضرتك أن ممارسات الرئيس التركي في بحر إيجا وفي الشرق المتوسط يعني بقت واضحة بشكل كبير في الفترة الأخيرة. الرئيس التركي بيحاول التغطية على الإخفاقات الداخلية سواء على الصعيد الاقتصادي بمستويات الهبوط القياسية للليرة التركية، وحتى على الصعيد السياسي داخليا بتحركات خارجية في الشرق المتوسط، في بحر إيجا، في ليبيا، في الصومال. وبنشوف سياسات يمكن في الشرق المتوسط تختلف قليلا، فأردوغان بيحاول ان هو يثير التوترات في الشرق المتوسط، ولكن ليس الى الحد الذي يسمح للاتحاد الاوروبي بفرض عقوبات فوريه او عقوبات رادعه على النظام التركي. في استمرار عموما للسياسات التركيه اللي بنلاقي فيها مفارقات، يعني في الوقت اللي تركيا فيه عضو في حلف شمال الاطلسي بتتعاقد او بتشتري منظومه صواريخ من دوله كانت تتزعم حلف عسكري معادي، حلف وارسو، في الوقت الذي تريد فيه الانضمام للاتحاد الاوروبي هي تعادي دول الاتحاد وعلى راسها اليونان وفرنسا ومؤخرا المانيا والنمسا. فده استمرار طبعا يعني التي تحمل الكثير من المفارقات بعهد الرئيس. طب هل من الممكن فعلا ان الاتحاد الاوروبي يفرض عقوبات على تركيا بسبب ممارسات اردوغان في بحر ايجا، وانه يتحول التهديد الاوروبي لتركيا الى واقع بالفعل؟ هو لا شك ان التصعيد الاخير التركي في بحر ايجا وشرق المتوسط من الممكن ان يؤدي الى فرض عقوبات اوروبيه على تركيا، خصوصا انه فرنسا بتتزعم هذا الاتجاه داخل الاتحاد الاوروبي، ولحقت بها دول اخرى من الكبار داخل الاتحاد. فمثلا المانيا في 14 اكتوبر الماضي وزير الخارجيه الالماني لغى زياره كانت متوقعه لانقره في اظهار للتأييد الاتحاد لاثينا وسياساتها في الشرق المتوسط. وفي حديث عن انه الممارسات التركيه سيتم تناولها في اجتماعات الاتحاد الاوروبي، الحاجه التي تشير الى انه من الممكن فرض عقوبات اوروبيه على تركيا في وقت قريب، ولكن ليس بشكل مؤكد، خصوصا ان اوروبا في موضوع العقوبات الاقتصاديه تحديدا له سياسات مختلفه عن الولايات المتحده الامريكيه. يعني شفناها حتى في الاتفاقية النووية مع اليونان في الوقت الذي فرضت فيه أمريكا عقوبات اقتصادية قاسية على النظام الإيراني كان الاتحاد الأوروبي أكثر مرونة. الفارق المرة دي أنه تركيا بتعتدي مباشرة على دولة أوروبية، يمكن ده يكون مؤشر لاختلاف السياسات الأوروبية المرة دي ناحية تركيا، لكن ليس بشكل مؤكد. طيب، التقرير أشار أستاذة نرمين أنه مش بس الاتحاد الأوروبي اللي بيرفض سياسات وممارسات إردوغان وتصعيده ضد اليونان، ولكن كمان دول في حلف الناتو في مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية أيضا ترفض هذه السياسات. تداعيات ده إيه على مستقبل نظام إردوغان؟ الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة سياساتها حتى في ليبيا عن طريق السفير الأمريكي في ليبيا ربما وضحت توجهات الولايات المتحدة ناحية السياسات التركية في الخارج سواء في ليبيا أو حتى في شرق المتوسط، إلى الحد أن واشنطن مضت مع قبرص اتفاقية لإنشاء مركز تدريب أمني، وكمان رفعت حظر تصدير الأسلحة للجانب القبرصي، ودي حاجة
بتنسقوا مباشرة في إلى مصلحة الجانب القدسي ضد الجانب التركي. ربما تستمر السياسات الأمريكية الشديدة أو ليست مرنة إلى حد كبير حتى مع قدوم جو بايدن للسلطة، خصوصا مع وجود بعض الأمور العالقة زي إس 400 وزي الممارسات التركية في ملفات كثيرة خارج الحدود التركية. تمام، أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ نرمين سعيد، شكرا ليك يا فندم على هذا التحليل. دلوقتي هنروح لفاصل، بعد الفاصل مواجهتنا الأولى عن منظومة السجون المصرية في ضوء الندوة التثقيفية اللي أجريت النهاردة في قطاع السجون في وزارة الداخلية حول حقوق النزلاء في السجون وفق الدستور والقانون. هيبقى معنا بعد هذا الفاصل حوار مسجل مع الخبير الحقوقي والمحامي بالنقد الأستاذ صلاح سليمان، واللي كان موجود النهاردة وحاضر للندوة وللجولة. استنونا بعد الفاصل. مساء الخير واهلا بحضراتكم. احنا موجودين دلوقتي خارج الاستوديو زي ما حضراتكم طبعا شايفين، والحقيقه ان احنا كنا النهارده كاميرا المواجهه موجوده في قطاع السجون لحضور ندوه تثقيفيه تحدث فيها اللواء هشام البرادعي وهو مساعد وزير الداخليه لقطاع السجون. اتكلم في امور مهمه طبعا خاصه بالوضع الحقوقي للنزلاء في سجون مصر، واتكلم في ما تقوم به الوزاره من تطوير طول الوقت وتحديث من اجل مراعاه المعايير الخاصه بحقوق النزلاء. هنتكلم في هذه الجزئيه من الوجهه او من وجهه النظر الحقوقيه مع ضيفي اللي كان حاضر للندوه وللجوله النهارده كمان اللي قام بيها اللواء هشام البرادعي مع الحاضرين من شخصيات عامه، من خبراء حقوقيين، من اعلاميين كمان، قام بجوله ووقفنا معاه على المنتجات اللي بيقوم بيها او اللي بيعملها وبينفذها السجناء وايضا بعض الانشطه اللي بيمارسها السجناء هنا. احنا معانا دلوقتي الاستاذ صلاح سليمان المحامي بالنقد والخبير الحقوقي وعضو مجلس نقابه المحامين في مصر. اهلا بيك يا استاذ صلاح. اهلا بيك يا استاذ. اهلا بحضرتك. قولي الاول يعني اهميه زياره زي دي واهميه ان تكون هذه الزيارات متكرره، يبقى في حقوقيين، يبقى في شخصيات عامه اعلاميين يجوا ويستمعوا الى المسؤولين عن السجون. هي شفافية بشكل رئيسي، هي تقديم رؤية حقيقية للوضع اللي احنا فيه النهاردة والقياس عما كنا فيه أمس أو أول أمس والتطور الحقيقي اللي بيتم، وإذا كان على المستويات اللي احنا طالبينها وعلى التحديات اللي بنواجهها وطبقا للمعايير الدولية، واحنا في فترة حرجة الوقوف على هذه التفاصيل مهم جدا. ايه اللي النهاردة لفت نظرك يعني أثناء الندوة وأثناء الجولة كمان، ايه اللي لفت نظرك؟ أثناء الندوة معلومات مهمة جدا لازم تراجع بعناية وتدرس، ان في ارقام جيدة جدا. الوقوف على حقيقة قدرة قطاع السجون على مواجهة تحدي غير طبيعي وغير مسبوق ألا وهو جائحة الكورونا. كمان انا خليني اقول لك على تطور انا شفته في المنتجات حقيقي، يعني كان عندي ملاحظات قبل كده كتيرة مع اصدقائنا، كنت بقول لهم يعني الفنش مش هو، يعني انتوا بتخاطبوا مين؟ طب في النهاية في منتجات معني بها السجون وفي منتجات انت عايز تكون استثمار تقدر تساعدك وتبقى مدخلات جيدة ليك. لا النهاردة حقيقة أنا شايف معدلات جيدة جدا يعني تصلح ان احنا نشتريها وتعرض في الخارج، واعتقد ان اسعارها معقولة جدا. انا منتجات الاساس كان رائع، انا شفت حاجات بجد جميله أعتقد جدا دي متاحه يعني لا في معارض ليها طبعا، في معارض بتعرض فيها للعامه ويتم بيعها. المستوى بتاع التشطيب جاي جدا، في هنا معايير يعني خشب نوع كويس جدا تشطيبه رائع جدا، انا عجبني اكتر من حاجه. ده ليه مهم بالنسبه يعني للنزلاء في السجن ان يبقى في فعلا معارض زي دي، ان يبقى في منتجات هم بينفذوها بنفسهم؟ قولي ده اهميته ايه، بيحقق لهم ايه؟ لا حضرتك لازم تعرفي ان السجين ليه اجر، يعني مش بيعمل لا يعني ليه اجر، مع الوضع في الاعتبار بقى ان الورش دي هي مش ورش بتنتج بشكل استثماري بس، لا ده جزء منها تدريب وتاهيل وتعليم للمسجونين، فان انها تخرج منتجات تصلح للاستعمال على مستويات عاليه يعني لا ده انا حقيقي بجد لمسه النهارده وابديت ده للزملاء وقلت لهم لا انا ملاحظ حاجه جيده جدا، ده بيحقق عائد استثماري جيد، هو بيحس انه شغله
بدأ يعني يتباع وبقى فيه عائد واعتقد هم هيزودوا لهم اكيد هل ده بعد كده كمان لما بيخرج من السجن بيفيده يعني بحيث ان هو يلاقي مهنه يلاقي حرفه يقدر طبعًا. ان هو يمارسها بعد كده في المجتمع فما يرجعش مره تانية للجريمه اللي دخل علشانها. برافو تمام. هو جزء الامر هو التاهيل ان انا بجيبه بدخله في الدوره المجتمعيه ان هو كان مجرم لا يعمل او دلوقتي بقى عنده مهنه بقى عنده حرفه يقدر وبيشتغل فيها كويس وبيتمرن فيها كويس. طيب. والتمرين هنا التمرين عكس التمرين بره، لان بره الوحده القطاع الخاص عايزه تحقق اعلى عائد فبتجيب افضل صانع عشان يشتغل وحد يساعد. لا هنا انا بحقق عائد مع تدريب، التدريب اللي هو التاهيل ده ليه جانب اجتماعي جيد. حضرتك طبعا كحقوقي وكمحامي استاذ صلاح بالتاكيد دي مش اول زياره ولا هتكون الاخيره. صحيح. وبالتاكيد بتيجي في مرات بتلتقي بالنزلاء بتتكلم معاهم، قولي بيقولوا لك ايه طلباتهم، بتعمل ايه لما بيقولوا لك الطلبات دي؟ هل مثلا بتنقلها للجهات المسؤوله في الداخليه في قطاع السجون؟ ايه اللي تم الاستجابه ليه لو في حاجات تقدر تفتكرها دلوقتي؟ في لازم ناخد بالنا نمره واحد، احنا في موجودين في سجن مش في كومباوند، يعني لازم اقيس هو حدوده الدنيا في الحياه اللي هو طبقا للقواعد النموذجيه التي تواطى عليها العالم كانسان. القواعد النموذجيه الدنيا لمعامله السجناء دي قواعد دوليه احنا ملتزمين بيها، احنا بنتكلم في حدود الامكانيات وما هو يجب ان يكون. لا كان يعني كان عندنا مشكله في التكدس دي كانت موجوده، كان مشكله في الاغتراب بدات تتحل، حتى نلاحظ النهارده من ضمن البيانات اللي قالها سياده اللواء ان في تحقيق للقضاء على ظاهره الاغتراب، يعني السجين يبقى اقرب لزاويه في سجن قريب. يعني في للاسف العائلات بيبقى في اكتر من مسجون لو في امكانيه، وده بدا سمعنا ارقام من النوع ده النهارده. الرعايه الصحيه هم يكونوا في نفس المكان. بعض كان عندنا مشكلة في السجناء النساء بالنسبة للحوامل والأطفال واللي عندهم أطفال وزيارة ذويهم، يعني الحاجات دي طبعا احنا بعد الزيارة بنقعد وبنتكلم بيبقى عندنا وجهة نظر اللي بنشوف منه طبقا للمعايير الحقوقية والقانونية بيتكتب وبيترفع يا جماعة ادي وجهات نظرنا، ولما بيجي الزيارة الجاية بنحرص ان احنا نتابع ده اذا كان تم ولا لا، يعني ولو ما تمش لازم نسأل ما تمش ليه، هل في أزمة مالية، هل في أزمة قانونية، أزمة لائحية؟ لا يعني انا شايف الامور. هل احيانا في شكاوى استمعت اليها وبلغت بيها فعلا ولقيت انه كان في استجابة ليها تم حل او التعامل مع الشكاوى دي؟ اعتقد اكتر من مرة، وكان واضح زي ما قلت لك الشكوى كانت الغالبه يعني فكره الاغتراب ان هو الزاوية المسجون في عبء على انه مسجون انه يسافر مسافه بعيده بتتكلف الزياره بتتكلف على اهليه المسجون، هو بيجيبوا له اكل ومش عايزين كمان يبقى عبء السفر والانتقال طبعاً من مكان ابعد. دي اتحلت المشكله دي يعني هل تم مراعاتها مش في حالات ثانيه؟ عايز اقول لك انها تتحل في حدود الامكانيات يعني المتاحه انه يكون في مكان بالظبط كده، لكن لما انا يبقى عندي شكوى من 10 ولا 4 منهم 6 منهم اتحقق لهم ده اعتقد ان المعدل مش وحش يعني. اكيد يعني لما بيكون في امكانيه بيتم الاستجابه ليها فعلا. بالظبط. طيب عايز اسالك برضو فعلا استاذ صلاح على اكتر من جزئيه مهمه، احنا مثلا النهارده قابلنا كذا حد من السجناء وكانوا بيلعبوا رياضه او بيتريضوا، دي جزئيه مهمه، هو في النهايه انسان ومن حقه ان هو يعني بدنه ليه عليه حق، من حقه ان هو ينزل برضه ويخرج احيانا يبقى فيها هواء نظيف. قول لي الجزئيه الخاصه بالرياضه الى اي مدى من خلال زياراتك المتكرره مش بس النهارده حاسس ان في اهتمام بيها؟ لا مش النهارده ومش هنا، احنا زرنا اكتر من سجن، ده بنلاقيه طبعا، بس لازم ناخد بالنا ان مش كلهم بيلعبوا رياضه، مش كلهم شباب، مش كلهم يقدروا يعملوا ده طبعاً. اللي متاح منهم والوقت كمان في جزء للتريض وعلى حسب نوعيه المسجون، يعني في مسجون ما يعني في بعض المساجين في بعض الجرائم ما ينفعش اتعامل معاهم بالطريقه دي. في القواعد دي قواعد بتنظمها لوائح السجون يعني، لكن إن وجود فكره الرياضه ده اعتقد يعني ده من ضمن التطورات الجيده مهمه. طب بالنسبه كمان للناحيه الصحيه والرعايه الصحيه، قول لي الامور شايفها اتطورت ازاي في الفتره الاخيره؟ كنت بتقولي ان ده كان احيانا ممكن يبقى عندنا فيه مشكله، لا ان الامور اختلفت فيه. اختلفت ازاي؟ اختلفت، شفت بعض السجون فيهم مستشفيات، بس يعني عايز اقول اللي انا شفته يعني شفت في جمصه، هنا في تورا، شفت في مكانين يمكن، لا مستشفى مجهزه
بشكل أذهلني. مستشفى مجهزة فيها إعدادات، فيها وحدات رعاية مركزة، لا يعني أنا شفت حاجات متميزة، ويعني ومن ضمن طموحاتنا إن ده يكون أكتر في أماكن أكتر يعني. طب بالنسبة لأماكن العبادة كمان بيتم مراعاة إن يكون في أماكن العبادة بالنسبة للمسجونين اللي أنتوا زرتوهم أستاذ صلاح؟ أعتقد إن فيه في كل سجن يعني فيه في كل سجن جامع، وهي الأهم من ده مش المكان، الأهم من ده من يساعده على الانتقال روحيا. يعني أنا بقى معني أكتر مش إن أنا هجهز لي مكان، لأن عايز حد يساعدني وأنا تعرضت يعني المسجون مر بأزمة محتاج حد ينقله روحيا. فوجود القيادات الروحية سواء الإسلامية أو المسيحية يعني ملموس. في واحد أحيانا في ناس بتبقى مقيمة بشكل دائم في بعض السجون يعني اللي هي البعيدة بيبقى فيها شيخ مقيم دائم يعني. طب جائحة كورونا طبعا دي كانت فترة صعبة وما زالت طبعا احنا لسه يعني في ظل طبعا لسه في ظل الجائحة. قول لي الفترة اللي فاتت أثناء الزيارات لاحظت ان في مثلا مراعاة للتباعد، حسيت ان في إجراءات متخذة لحماية المساجين وذويهم كمان لما بيجوا يزوروهم، يعني معلوماتك ايه عن الجزئية الخاصة بالتعامل مع الجائحة؟ أنا أمام حدث ما حصلش قبل كده أو على لم يتصل علمي أنا بيه قبل كده، وأعتقد حضرتك التعامل معاه كنا أمام حدث لأول مرة، فنقدر نقول إن كان في أزمة بيعاني منها السجناء من عدم الزيارة، دي أزمة، لكن في مقابل الحد من المرض لا أعتقد إن ده كان تدبير احترازي أو تصرف كان يجب على السجون أن تتخذه، لأن إحنا في الدولة برة كنا عاملين ده. دوركم إيه مع النزلاء يعني كحقوقيين؟ إيه الدور اللي بتقوموا بيه بالنسبة للنزلاء في السجون؟ دور حضرتك انك بتقيمي اتباع القواعد. القواعد دي قواعد قبل يعني بفضل بالاضافه انها دوليه ينظمها لائحه السجون، فلازم قبل انا ما اجي هنا ابدا اتعامل مع اللائحه والقانون اقول ده فعلا مطابق للقواعد اللي تواطأ عليها العالم ولا لا. يعني احنا كان لينا دور وهم كان ليهم دور معانا في مواجهه ظاهره العقاب البدني داخل السجون اللي اتلغت في تسعينات القرن الماضي، اشتغلنا عليها سنين لغايه ما وهم كمان اشتغلوا معانا فيه. فيعني الفكره انك بتيجي عشان تلاحظي القواعد قبل ما تيجي، ولما تيجي تشوفي الكلام اللي موجود في القانون بيتطبق هنا ولا لا. مع المعلومات اللي بتجيلك انت كحقوقيه، جالك شكاوي، جالك بقولك احنا كان عندنا ازمه بنواجهها في السجون، التكدس الظاهر بدأ يتبني سجون جديدة. دي شايف ان هي حصل تطور ايجابي فيها؟ ما دي بقى من ضمن المفارقات اللطيفة قوي. لما نبدأ احنا كحقوقيين نقول يا جماعة في تكدس في السجون، من فضلكم شوفوا له حل، فيبدأوا يبنوا سجون، نلاقي قطاع تاني يقول لك ايه ده بيبنوا سجون عشان يزودوا المساجين. لا يا جماعة احنا عندنا تكدس، فاحنا 100 مليون انا يهمني بقى، ما لا يعنيني عدد السجن، في 10 سجون في 1000 سجن، انا يهمني اللي جواه دخل تبقى للقانون، ده نمره واحد. أكيد. نمره اتنين بيعامل تبقى للقانون، نمره تلاتة ليه حقوق، هو جاي يعاقب بحد حريته مش بحاجه تاني. يعني هو جوه السجن ده عشان عنده عقوبه سالبه للحريه مش للكرامه مش لاي حاجه تانية. ده اللي لازم نتكلم. مع الوضع ان انت بتتعاملي مع اصعب فئه في المجتمع، اصعب فئة زي العقليات الإجرامية دي مش فئة سهلة، والتعامل معاها مش زي ما بيصور للناس. يعني أنا في اعتقادي إن الصورة الذهنية المتحولة الأمام العامة إن لازم الضابط يكون قوي وبيشكم وبيزعق وبيضرب، الكلام ده مش منطقي جدا إنه لا يستطيع به إنه يسيطر على عقلية إجرامية. لا بالعكس، لازم يبقى عنده الهيبة والرهبة من العقاب لكن عنده قدرة على التواصل الإنساني حتى يستطيع أن يحافظ ويسيطر على هذا الكم من العقول الإجرامية اللي ممكن تضيعه هو شخصيا. فهو التوازن بين الهيبة والاحترام والتقدير والحفاظ على النظام والتعامل الإنساني. يعني ممكن احنا بشر، في ناس بتغلط، السؤال لما بيغلط بيتحاسب لازم ده يعني هو ده هنا الكلام، لكن اقول لك مفيش اخطاء لا مش ممكن. ده يبقى سجن على الارض طبعا، يبقى سجن في الجنه. لكن ما دام هو سجن وعلى الارض في مجرم بيخطئ وفي مسؤول سجن ممكن يخطئ، السؤال طبيعي مقبول ان يحدث الخطا،
بنسبة قد إيه والتعامل مع شكله هو ده المهم. بس طب هسأل حياتك كمان، شايف طبعا أكيد بتتابع وبتشوف المنظمات المشبوهة ومحاولة ترويج شائعات حول أوضاع النزلاء في سجون مصر، وطبعا الجماعة الإرهابية وأنصارها بيتغذوا على هذه التقارير، بل بالعكس ده هم كمان بيشتغلوا مع بعض وبيعدوها مع بعض. يعني بيعملوا، لا بيعملوا حاجة لطيفة جدا. بيعملوا إيه وندوة زي اللي احنا شفناها النهاردة أو جولة ترد إزاي، وإنتوا كحقوقيين شايفين ايه وبتردوا ازاي؟ الاول بيعملوا ايه؟ بيعملوا ايه؟ هم عندهم فكرة الشبكة المتنوعة. عنده موقع الكتروني، عنده جورنان او يعني جريدة او وكالة انباء، وسيلة اعلام، وسيلة اعلام، عنده بعض الوسائل الاعلامية بتاعته. ببدأ اخد الخبر واعديه على اربع اماكن في السوشيال ميديا، يتنقل لموقع الكتروني، يجي الجورنان ياخده على الموقع الالكتروني، يجي اللي بيذيعه بعد كده يوحي لي ان في حمله على المواقع على السوشيال ميديا، وحمله تاني حقوقيه، وحمله تاني اعلاميه، وفي النهايه هو الشبكه بتلف مع بعضيها. الخبر ده بياخده، ده بينقله، ده بيروح له عشان يدهوني انا ويظهر مظهر الحقيقه. انا كحقوقي لازم اتعامل مع الواقع، مع الحاله. حضرتك بنشتكي ان سين من الناس في المكان المحدد اللي هو صاد حصل معاه واقع هي اكس، ده اللي انا اقدر اتعامل معاه. لكن ابدا اردد وانمط صوره ذهنيه عند العامه، ايه اللي بيحصل كذا، لا ده كلام ده دور كنتم مش دورنا احنا اعلاميا، تردوا اعلاميا عليه. صح. انا ارد على واقعة محدده، يجي يقول لي عندي مساجين حصل معهم كذا، بتعمل ايه في الحاله دي؟ اجي اعمل زياره كمحامي، اعمل زياره كحقوقي، اطلب من الجهات المختصه من فضلك رد على الشكوى دي. الرد جاني مقنع، طب من فضلك ممكن اجي ابص. من حقه بالمناسبة قانونا يقول لي ويقول لي لا. قال لي لا، اروح النيابة العامة اتقدم ببلاغ، يا فندم احنا جالنا خبر ان صح يعبر عن مخالفة او جريمة، من فضلك كنيابة عامة كسلطة مسؤولة افحص هذا البلاغ. يقوم بفحصه ويرد علينا رد تحقيق قضائي يرد عليه. في وقائع، يعني مش هنقول وقائع بينها، مش عايزين نذكر وقائع، لكن حصل فعلا انه كان في وقائع، ولما رحت درستها بنفسك او تابعتها يا استاذ صلاح لقيت انه ما روج عنها كان عكس الحقيقه او مخالف للحقيقه بشكل كبير، بشكل فج. كل يوم بنلاقي ده. ده طبيعي كل يوم، ولازم تلاقي ان مش المسجون كمان، اي انسان بيبقى عنده ازمه بيميل لانه يضخمها ظنا منه انه لما يكبرها يبقى فيه اهتمام بيها اكبر. فانا مثلا يعني الاقي وقعه تعدي على ما توصلي، ما تبقاش تعدي، لا يبقى تعذيب ممنهج وقتل وكلام من ده يعني. فضلا عن حاجه كمان، لازم يا جماعه واحنا بنقيس الواقع ده نعرف بعض المسلمات. في عندي كذا معامل داخل في المعادله، نمره واحد ده سجن وأمام مسجون وعقلية إجرامية، نمرة اتنين أمام قدرات اقتصادية لدولة نامية، نمرة تلاتة أمام تحديات من تنظيمات محددة تدعمها أجهزة مخابرات دولية. أما بتعامل مع ده زائد ضغط إنساني بقى. لو عندك كلمة أخيرة عايز تقولها بعد ندوة النهاردة، بعد الجولة اللي احنا شفناها النهاردة، لو عندك انطباع أخير عايز تشاركنا بيه أستاذ صلاح، الكلمة الأخيرة معك. ننتظر المزيد، لأن مصر بتاريخها قادرة انها تبقى افضل كمان من كده. ده مش معناها ان احنا وحشين او قليلين، معناها ان احنا نقدر نبقى يعني ان شاء الله نبقى افضل من كده، لان انا السنة اللي فاتت كان فيها اقل من كده، السنة اللي قبليها كنا اقل من كده. اتطلع لمزيد من التقدم والتطور، ودايما المخطئ يعاقب والمحسن نقول له نربط على كتفه ونقول له شد حيلك واحنا معاك. شكرا جزيلا لحضرتك استاذ صلاح سليمان المحامي بالنقد والخبير الحقوقي، شرفتنا وبشكرك. شكرا جزيلا. بشكر حضراتكم. هنروح لفاصل ونرجع لكم مستمرين في المواجهة. استنى أهلا بحضراتكم من جديد. في المواجهة دي هنتكلم عن صحوة أوروبا لمواجهة تنظيم الإخوان الإرهابي بعد الهجمات الإرهابية الأخيرة اللي شهدتها عدة عواصم غربية وأخرها حدث فيينا. هل أدركت الدول الأوروبية خطورة التنظيم الإرهابي أخيرا بعد ما احتضنت هذه الدول هذا التنظيم لسنوات طويلة؟ وإيه سيناريوهات مطاردة الكيانات والجمعيات الإخوانية في الغرب خلال الفترة القادمة؟ اسمحوا لي في الأول أرحب بضيفي في المواجهة دي، الأستاذ محمد ربيع الديهي الكاتب والمحلل السياسي. اهلا بيك استاذ محمد. اهلا بحضرتك استاذ ريم. اهلا بحضرتك. قول لي الاول، شايف ازاي يعني الهجمات اللي تعرضت ليها عدد من الدول الاوروبيه في الفتره الاخيره، ويمكن بشكل اكبر يعني التركيز زي ما احنا لاحظنا وشفنا كان على فرنسا وعلى النمسا؟
في الواقع يعني هذه الهجمات تأتي يعني في حين خلافات هذه الدول مع بعض، الدول الداعمة للإرهاب أو الممولة للإرهاب والداعمة للإخوان في المنطقة وفي العالم. أيضا هذه الهجمات تأتي بهدف يعني زيادة وتشتيت الداخل في هذه الدول، وخاصة أن هذه الدول تعاني من تمركز شديد لجماعة الإخوان والجماعات الإرهابية والإسلام المتشدد في الداخل. هذه أيضا الهجمات تأتي بهدف أن تخلق فتنة أو تخلق نوع من التشويه لصورة الإسلام وللمجتمع أو العالم الإسلامي في المجتمعات الغربية، خاصة أن جماعة الإخوان هي التي يعني متواجدة هناك وأن لها أذرع كثيرة داخل النمسا وداخل فرنسا وتحاول تشويه الصورة، وخاصة أن هذه الدول بدأت تتخذ إجراءات فعلية اتجاه جماعة الإخوان، وبدأ البرلمانيون في هذه الدول وخاصة داخل منظومة الأوروبية بالصحوة اتجاه جماعة الإخوان واتخاذ خطوات، منها البرلمان الألماني والذي بدأ البرلمانيون فيه ينادون بضرورة مراجعة التعامل مع الإخوان لأنهم أصبحوا تهديد على الديمقراطية في ألمانيا. النمسا أيضا البرلمان كان ينادي بضرورة حظر كامل لهذه الجماعة، وفرنسا في ذات السياق، وأيضا داخل مجلس العموم البريطاني هناك أيضا نداءات بضرورة مراجعة جماعة الإخوان وضرورة وضع قيود على هذه الجماعة الإرهابية. لذلك بدأت هذه التفجيرات أو الأعمال الإرهابية في تلك الدول. كويس، عايز أعرف الأول يعني حضرتك لسه بتقولي إن في تمركز شديد في عدد من الدول الأوروبية لهذه الجماعة الإرهابية، قولي إزاي توغلت الجماعة الإرهابية في الدول الأوروبية وأساليبها إيه للتوغل؟ جماعة الإخوان أو تاريخ الجماعة داخل أوروبا ربما يعود إلى الخمسينيات أو الستينيات من القرن الماضي، وخاصة حينما بدأ سعيد رمضان صهر البنا في السفر إلى أوروبا أو اللجوء إلى ألمانيا وبدأ التمركز هناك، ثم بدأت بعد ذلك في بناء أو التعاون أو التوغل من خلال آليات المجتمع المدني والمنظمات الخيرية، وبدأت تسيطر وتهيمن على المساجد والمدارس في الدول الأوروبية وتحاول أن تبني سيطرتها في تعليم النشأ، وأيضا قامت بإعداد آلية لأن يكون المهاجرين من المنتمين لجماعة الإخوان أو غيره يتم تواجدهم إما في المدارس أو إما تواجدهم في المساجد بهدف السيطرة على هؤلاء المنابر أو على هذه المنابر في الدول الأوروبية ونشر فكرهم من خلال هذه المنابر، وربما تكون هي تلك الآلية أيضا متبعة في المنطقة العربية أو في بعض الدول العربية، وعلى رأسها شاهدنا هذا الأمر في مصر بأنهم كانوا يحاولوا أن يتسللوا إلى المدارس أو إلى النشأ. أيضا هذا الوضع حدث في أوروبا أو يحدث في أوروبا. أيضا الجمعيات الخيرية والتمويل الخيري الثخي التي كان يتم أخذه إلى هذه الجماعة الإرهابية في الدول الأوروبية بهدف دعم أنشطتها أو دعم نشاطاتها. أيضا يجب هنا أن نشير إلى نقطة رئيسية، أن دائما ما كانت جماعة أو هذه الجمعيات أو المتواجدون من جماعة الإخوان في أوروبا يتحدثون أنهم ليسوا على علاقة بجماعة الإخوان في مصر أو في المنطقة العربية أو في العالم، وأنهم مستقلون وأنهم يسعون إلى يعني نشر الوعي أو الوعي بالدين الإسلامي أو غيره، ولكن اتضحت الصورة مؤخرا حول حجم هذه العلاقة بجماعة الإخوان وتواصلهم مع جماعة الإخوان وحجم الفكر، وربما هي التقارير التي أشارت إليها الاستخبارات الألمانية حينما عرض على البرلمان الألماني هذا التقرير، وقالت أن جماعة الإخوان أو الجمعيات الخيرية المتواجدة في أوروبا أو متواجدة في ألمانيا كانت دائما ما تتبرأ من علاقتها الوطيدة بجماعة الإخوان، ولكن ثبتت بالأدلة الآن على وجود علاقات وطيدة بهذه الجماعة وحجم انتشارها أو مدى نشرها للفكر الإخواني والفكر الإرهابي في المجتمعات الأوروبية، بل أنها أيضا تعمل على استقطاب الشباب لنقلهم إلى بعض الجماعات الإرهابية في مثل القاعدة أو داعش كما شاهدنا في فترات سابقة في عام 2014 أو 2015 حينما ظهر تنظيم داعش في شمال سوريا، وبدأت كيف كانت جماعة الإخوان داعمة لهذا التنظيم بالدعوة في الجهاد إلى سوريا أو الوصول إلى سوريا لنصرة القضية السورية. طيب هنروح لده للتفاصيل، لكن الأول احنا عايز اتوقف بس شوية أمام تغلغلهم في أوروبا أستاذ محمد.
يعني طبعا البداية زي ما حضرتك كنت بتذكر كانت في أواخر الخمسينات أوائل الستينات لما هربت مجموعة صغيرة من مصر ومنها إلى دول عربية ثم إلى استقروا في أوروبا وأمريكا الشمالية. هربوا وقتها يعني بعض المجموعة صغيرة يمكن أبرزهم كانوا سعيد رمضان ويوسف ندى هم اللي هربوا وقتها وطبعا مجموعة أخرى لكن دي أشهر الأسماء اللي هربت. قولي يعني تاريخ هذه الجماعة في ذلك الوقت كان عامل إزاي يعني وما دعاهم للهرب أيضا؟ تاريخ هذه الجماعة في ذلك الوقت هو تاريخ سيء للغاية خاصة في مصر وهروبهم كان السبب الرئيسي هو انكشاف أو انفضاح أمرهم في مصر ومخططاتهم ضد الدولة المصرية سواء بمحاولة الاغتيال للسيد الرئيس جمال عبد الناصر في ذلك الوقت أو بمحاولة الوصول إلى السلطة والخلاف حول فكرة الوصول أو تطبيق يعني فكرهم الإرهابي في الدولة المصرية. وكانت هناك محاكمات لجماعة الإخوان أو قيادات هذه الجماعة وخاصة بعد الكتابات التي كانت منتشرة حول فكرة هذه الجماعة وترويجها للإرهاب، لذلك كانت تهرب أعضاء هذه الجماعة إلى بعض الدول العربية أو الدول الأوروبية. وكان سعيد رمضان كما حضرتك أشرتي أو ندى هم أبرز هؤلاء الأعضاء الذين أسسوا للكيان الإخواني في أوروبا وكانوا يؤسسون أو يعد ندى أيضا يعني قطب من أقطاب المال السياسي لهذه الجماعة أو الممول الرئيسي لجماعة الإخوان في أوروبا بالمال أو غيره. لذلك يعني هذه الجماعة أو هؤلاء المؤسسون للنواة الأولى في أوروبا عملوا كما أشرت لفكرة تأسيس أو نفس الفكر أو المنهج التي كان متبع داخل المنطقة العربية أو داخل مصر تم نقله تماما في هذه الدول، هو تربية الناشئ من خلال المدارس أو فكرة نشر الفكرة أيضا من خلال المساجد والسيطرة على المنابر والحديث يعني أو الدعوة من خلال المنابر، وتم توغلهم داخل المجتمع من خلال المؤسسات المالية والمؤسسات الخيرية والروابط المالية أو المال الضخمة التي كان تتغذى عليها هذه الجماعة في نشر فكرها في البداية. وكان دائما حديثها ما يدور حول أنهم لا ينتمون إلى جماعة الإخوان ولا وأنهم ليسوا مؤمنين بفكر جماعة الإخوان، ولكن هذه الصورة اتضحت في الفترة الأخيرة حول حجم انتمائهم لهذه الجماعة أو حجم التعاون الكبير مع هذه الجماعة وأنهم هم أبناء هذه الجماعة وذهبوا إلى أوروبا لتنفيذ فكرها في الداخل الأوروبي ونشر هذا الفكر في أوروبا. طيب كلمنا عن خريطة التغلغل الإخواني في الدول الأوروبية أستاذ محمد، يعني إيه أبرز الدول أو أكثر الدول اللي هم ليهم تواجد فعلا ومسيطرين فيها، وكلمنا عن احتضان بريطانيا كمان ليهم، سره إيه؟ ربما يعني أبرز الدول هي بريطانيا في المقام الأول، هي أبرز الدول الداعمة والمساندة لجماعة الإخوان وبها تكتلات كبيرة ومصالح اقتصادية كبيرة سواء من يعني تجارة أو أعمال اقتصادية تؤثر في الاقتصاد البريطاني، إضافة إلى ذلك ألمانيا وفرنسا أيضا بها تكتل كبير، وربما كان إعلان فرنسا لحظر بعض الجمعيات المنتمية لجماعة الإخوان تؤكد حجم هذا المال أو تؤكد حجم التواجد الإخواني في فرنسا. أيضا النمسا بها مجموعة كبيرة، وكانت هناك تقارير تتحدث على أن الجماعة تمكنت من نقل أكثر من 500 نمساوي أو مواطن من النمسا إلى داعش أو دعمهم إلى الانتقال إلى داعش في فترة يعني انتشار داعش في 2015. أيضا نحن نتحدث هذه الأماكن أو التمركزات في تلك الدول تؤكد متى حضورة هذه الجماعة في المنطقة وفي عفوا في أوروبا وفي المجتمع الأوروبي عموما. تمام. طيب خليك معانا أستاذ محمد، هستأذنك بس هنروح فيينا العاصمة النمساوية فيينا. إحنا معانا الأستاذ مصطفى عبد الله مدير مكتب الأهرام بالنمسا وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. أستاذ مصطفى أهلا أهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا استاذ ريهام، اهلا بيك واهلا بالساده المشاهدين الكرام. اهلا وسهلا. يا ريت تكلمنا عن تداعيات الحدث الارهابي في فيينا مؤخرا على تنظيم الاخوان الارهابي في النمسا واهم التحركات اللي جرت لمحاصره جرائم الاخوان هناك. والله يا استاذ ريهام، هو الحقيقه خلال الشهور القليله الماضيه اوروبا استيقظت على احداث متسارعه، سواء في فرنسا قام احد الشيشانيين بذبح معلم أساء إلى الرسول، وفي النمسا قام أحد المتطرفين بإطلاق النار تجاه العزل في شوارع فيينا بالتحديد في وسط العاصمة بالحي الأول، مما أثار غضب الجميع
وخاصة أوروبا اللي طالما فتحت أبوابها لكل المستضعفين وكل اللاجئين سواء من الشيشان أو ألبانيا أو العرب أو السوريين أو غيره. وكان من الطبيعي أن يكون هناك رد الجميل من الجميع لأوروبا وللنمسا خاصة على وجه العموم. ولكن ردا على أحداث فيينا الإرهابية اللي حصلت، حدثت مداهمات مفاجئة لمراكز ومنازل ومقرات تبع الإخوان من الشرطة النمساوية، صدرت أكثر من 20 مليون يورو أصول ومبلغ 100 ألف يورو كاش. ورغم أن وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر أعلن أن هذه العملية لا ترتبط بحدث فيينا، قال أن النمسا لابد فيها أن يعيش الجميع في إطار القوانين النمساوية. والعلم حضرتك يعني أستاذ المشاهدين، النمسا بلد محايدة وبلد بتعترف بجميع الأديان، الإسلام والمسيحية واليهودية، وبتعترف بالدين الإسلامي من أكثر من 100 سنة، وبتقيم يعني كل المناسبات الإسلامية بتحتفل بيها. رئيس الجمهورية والمستشار النمساوي بيعزمنا في رمضان، وبنصلي العيد عنده، وبنصلي الجمعة عنده في قلب رئاسة الجمهورية وفي المستشارية النمساوية. في 10 نوفمبر عقدت قمة مصغرة بين المستشار النمساوي والرئيس الفرنسي ماكرون، ورأى ماكرون أن الرد يجب أن يشمل تطوير قواعد البيانات المشتركة وتبادل المعلومات وتعزيز السياسات العقابية بشكل تام. غير أن العديد من الدول الأوروبية بدأت تدرك في الفترة الأخيرة مدى خطورة التهديدات، بعد ما أعلنت السلطات النمساوية أن الإخوان استخدموا الأموال لنشر التطرف بأوروبا، وأصبح في حكم المؤكد أن هذه هي بداية النهاية لجماعة الإخوان في النمسا، اللي يعني واخدين مقاطعة جراتس أو مدينة جراتس معقل لهم، ومما سيترتب عليه أن تقوم الكثير من الدول الأوروبية بحظر هذا التنظيم واكتساسه من جذوره. الحقيقة النمسا أعلنت في أكتوبر 2017 عن إنشاء مركز متخصص في مكافحة ظاهرة التطرف ومساعدة الأفراد اللي وقعوا في شرك التطرف على التخلص من الأفكار المتشددة، كجزء من استراتيجية الهيئة المشرفة على نشاط المسلمين. وأشارت لوجود تعاون وثيق وتنسيق مباشر مع حكومة النمسا. كشف تقرير أعد المركز الأوروبي لدراسة مكافحة الإرهاب والاستخبارات أن ألمانيا وهولندا بعض المؤسسات اللي بتتبع إخوان في النمسا، واللي بتشكل فيما يبدو يعني التطرف في المجتمعات الأوروبية، جت الهيئة الدينية الرسمية في النمسا وهي بتخدم مقاطعات في فيينا والنمسا المنخفضة وبرج اللاند وغيره، طلبت دائرة الرقابة النمساوية الاتحادية فحص السجلات المالية للهيئة. ودي كانت يمكن للمرة الأولى يا أستاذ ريان اللي بتقوم فيها هذه الدائرة باتخاذ مثل هذه الإجراءات نحو هيئة دينية في النمسا. منظمة الشباب المسلم النمساوي، حيث بتعد التركية دودو كوتشكوبل أحد أهم كوادرها، قادت حملة إعلامية قوية ضد تعديل قانون الإسلام في النمسا، وهي على صلة قوية بشخصيات إخوانية وتحت تأثير جماعة الإخوان المسلمين. جمعية الميلي جروش وهي هيئة إسلامية تركية وتعني بالتركية الرؤية الوطنية، لها عدة فروع في أوروبا، يتواجد مقرها الرئيسي في كولن بألمانيا، وبتعمل بثلاثة ثوابت، أولها أمرهم شورى وادعي إلى سبيل ربك بالحكمة وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا. يعني بياخدوا كده مصطلحات غريبة. المجمع الإسلامي الحضرات بيتعاون مع الاتحاد الإسلامي التركي اللي هو الميلي جروش، وله مساجد بيعترف بها رسميا لدى الهيئة الإسلامية الرسمية، ولدى المجمع 10 أئمة بيقف على مكتبة من أفكار الإخوان المسلمين.
الأتراك الأئمة الأتراك ساهموا في تنفيذ الأجندة التركية في المنطقة، وده ما أدخل الكثير من الأفكار المتشددة للمجتمع النمساوي. تقصد انه الائمه الاتراك يا استاذ مصطفى اللي موجودين في النمسا هم ايضا كانوا يعني بطريقه او باخرى من اسباب انتشار الافكار المتطرفه في النمسا؟ ده بالتاكيد، وبيمارس غالبيتهم الدين الاسلامي باعتباره جزء من الحياه اليوميه وليس كاداه سلطه. مؤسسات الاخوان في النمسا هي حلقه وصل بين الحكومه والمسلمين، لان تنظيم الإخوان المسلمين في النمسا أسس منظمات ومؤسسات متنوعة وتابعة ليه، بحيث أنها اتخذت أشكال عدة، بعضها تجارية وبعضها خيرية، وتعمل على جمع الأموال لصالح الإخوان في الشرق الأوسط. حيث لوحظ أن بعض هذه المنظمات مستقلة في ظاهرها، إلا أنها حقيقة بتتبع للإخوان بشكل فعلي، إما من خلال ارتباطها بقيادات إخوانية باردة أو مؤسسات إخوانية مسجلة رسمية. ولم يكتفي الإخوان بإدارة المنظمات التابعة في النمسا، بل عملوا على تأسيس منظمات إخوانية أخرى في دول أوروبا. وبالإضافة إلى النشاطات المالية، تولى الإخوان دور المعلمين والمرشدين الدينيين للمسلمين والمهاجرين إلى النمسا كافة، على مرأة ومسمع من الحكومة اللي أرغمت على تقبل الأمر بعد ما تمكن الإخوان من تشكيل حلقة وصل تمام الجالية والحكومة، مستغلين علاقتهم بالقوة السياسية في البلاد. تمام. طيب خليك معانا أستاذ مصطفى، هستأذنك بس عايز أخد برضو تعقيب من الأستاذ محمد. شايف إزاي استخدام الجماعة الإرهابية لجمعيات والأعمال الخير من أجل تمويل الإرهاب، وهل ده أمر جديد عليهم ولا ده أمر يعني متأصل منذ قيام هذه الجماعة؟ يعني هو أمر ليس بجديد على هذه الجماعة أن تستغل مثل هذه الجمعيات الخيرية أو أموال التي تأتي للجمعيات الخيرية في فكرة تمويل أفكارها الإرهابية أو في تمويل حتى العمليات الإرهابية، سواء كانت في أوروبا أو في بعض الدول الأخرى. أيضا هذا الأمر متأصل لدى الجماعة، وهذه الجماعة تستغل هذه الجمعيات كستار لها أمام المجتمع الدولي وأمام العالم بأنها تفعل الخير أو غيره. هو أمر ربما يكون متأثر في فكر الإخوان بأنه يعني فكرة التقوى التي ربما تكون موجودة لدى بعض يعني بعض أئمتهم، أو عدم الإفصاح عن التقية عدم الإفصاح عن ما يسرون أو ما بداخلهم أمام الآخر أو أمام الرأي العام، و تقديم وجهة نظر مخالفة أو فعل أفعال مغيرة. هذه الجماعة أيضا استغلت ليس فقط الجماعات الخيرية في أوروبا، ولكن أيضا استغلتها في دول أفريقية أيضا فقيرة لتنفيذ أفكارها أو للترويج لأفكارها، واستخدام هذه الأعمال الخيرية في نشر أفكارها أو سمومها في داخل هذه المجتمعات. وربما شاهدنا هذا الأمر في مصر قبل عام أو خلال عام 2012 حينما كانت الجماعة متواجدة في الحكم، كيف كانت تستغل المال السياسي أو كانت تستغل هذه الجمعيات في فكرة تنفيذ بعض الأفكار الإرهابية أو نشر بعض أفكارها في الداخل المصري. أيضا الأموال التي كانت دائما ما تأتي إليها من الخارج أو التي دائما ما تستخدمها هذه العناصر كانت تحتاج إلى ستار في أي دولة، وكان هو الستار العمل الخيري أو الأموال التي تأتي عن طريق الجمعيات الخيرية. لذلك تستخدم هذه الأموال في نشر يعني أفكارها أو في تنفيذ عملياتها الإرهابية ودعم هذه العمليات بصورة ما، وخاصة أنه يجب أن يبرز أنه يفعل الخير أو غيره أمام المجتمع ليضلل الرأي العام أو يوجه الرأي العام في اتجاه ما، ثم يقوم بتنفيذ أعمال أخرى أو التستر بهذا العمل أمام الرأي. تمام. طيب هرجع لك أستاذ مصطفى، وقول لي إيه حقيقة أن يعني قانونيين في النمسا بيعكفوا حاليا على دراسة مقترحات تقضي إما بسن قانون يحظر هذه الجماعة الإرهابية في النمسا، أو العمل كمان على إعداد قانون عام لتجريم الفكر الإرهابي والمتطرف يكون الإخوان جزء منه؟ دي حقيقة يا مهانم. وعلى فكرة كمان علاوة على كده، وزير الداخلية النمساوي كارني همر أعلن عن نشر القوات الخاصة اللي هي الكوبرا، القوات الخاصة بتاع مكافحة الإرهاب اسمها كوبرا، في جميع أنحاء البلاد في جميع مقاطعات النمسا، وده
تحسبا لوقوع اي هجمات ارهابيه في مصر. وزير الداخليه قال ان الوضع الامني في البلاد بيخضع لتقييم سريع ومستمر منذ وقوع الهجوم في فيينا. ومن التجربه الدوليه بنعلم اننا بنعيش في مرحله توتر بعد وقت قصير من الهجوم في فيينا، لذلك اليقظه المطلوبه في جميع الولايات والمقاطعات المفروضه. العاصمه النمساويه تعرضت قبل حوالي اسبوع او 10 ايام لهجوم ارهابي زي ما حضرتك عارفه، خلفت 3 قتلى و14 جرحى، وكشفت التحقيقات ان مرتكبها الرئيسي كان متعاطفا مع تنظيم داعش الارهابي، وانه حاول السفر لسوريا في وقت سابق، وكان هو يعني بيعتبر نفسه لاجئ. إلى جانب ذلك أكد وزير الداخلية النمساوي أنه بعد الهجوم ازدادت حاجة الناس للأمن، وتم تكثيف إجراءات الحماية اللي بتتخذها الشرطة في جميع المناطق، وخاصة عند تقاطعات المرور أو الشوارع التجارية أو مراكز التسوق أو الشوارع اللي هي بتعتبر يعني للمشي فقط، اللي هي ما فيهاش لا ترماي ولا أوتوبيس ولا مواصلات، هي شوارع بتبقى عندنا هنا شوارع للتجول فقط، يعني الناس تتمشى فيها تتسوق فيها، يعني فيها محلات اللي هي في وسط العاصمه اللي هي في الحي الاول، يعني زي شارع مثلا كيرتنشتراسه او حاجه زي كده، بتبقى كلها منطقه يعني عند الاوبرا بتاعت فيينا المعروفه، بتبقى كلها منطقه يعني للناس بتتمشى. الارهابيين بقى بيتعمدوا انهم يجوا في هذه الاماكن، لان هذه الاماكن مكتظة بالسياح وبالأجانب وبالضيوف على أرض فيينا، فطبعا دي بتعمل نوع من التوتر ونوع من القلق عن طبعا السلطات الأمنية. أكيد. طيب هرجع لك أستاذ طبعا طب هرجع لك أستاذ مصطفى، بس أستاذ محمد، هل أدركت أوروبا أو هل أدركت القارة العجوز مدى خطورة هذا التنظيم الإرهابي، خصوصا بعد تعرض عدة عواصم أوروبية للاكتواء بنار الإرهاب من قبل هذه الجماعة وأعضائها وأتباعها؟ في الواقع يعني الدول الأوروبية الآن بدأت تدرك خطورة هذه الجماعة، وخاصة بعد تعرضها لعمليات إرهابية من خلال أتباع هذه الجماعة منذ عام 2015. ربما كانت أكثر العمليات الإرهابية موجودة ما بين عام 2015 حتى 2017، وإن كانت هي تعود الآن هذه العمليات مرة أخرى إلى الساحة الدولية أو إلى المجتمع الأوروبي بصورة كبيرة خلال عام 2020، إلا أننا نتحدث أن أوروبا الآن بدأت تدرك هذه الخطورة. في ألمانيا كان هناك قانون يعد الآن ويتم تجهيزه الآن داخل البرلمان الألماني لحظر هذه الجماعة وفرض رقابة عليها. في النمسا هناك أيضا قانون كما أشرت وأشار السيد الضيف حول فكرة مراقبة هذه الجماعة ووضع هذه الجماعة تحت مراقبة جهاز الاستخبارات الداخلية في النمسا. أيضا في فرنسا هناك قانون يتحدث أو يتم دراسته الآن حول فكرة ضرورة مراقبة هذا الأمر. حتى الكونجرس الأمريكي هناك تحركات داخل الكونجرس الأمريكي تتحدث حول ضرورة فرض أو وضع هذه الجماعة ضمن قوائم الإرهاب أو وضعها على قائمة الإرهاب. في بريطانيا تحدث رئيس الوزراء البريطاني مؤخرا حول هذه الجماعة وخطورة هذه الجماعة على المجتمع البريطاني وضرورة وضع قانون يجرم هذه الجماعة ويعاقب ويراجع مرة أخرى أفعال هذه الجماعة. هناك تحركات أوروبية، وربما تكون أولى التحركات الأوروبية كانت من جانب النمسا وكانت من جانب فرنسا في هذا الشأن. النمسا أدرجت رمز أو علم الإخوان في العام الماضي ضمن يعني المنظمات الإرهابية، إضافة إلى ذلك قبلها في عام 2018 كان هناك قانون يقضي بأن هناك بعض المنظمات أو الجمعيات التابعة للإخوان هي جمعيات إرهابية وتم حظرها بالفعل. الآن هناك قوانين تدرس في النمسا بهذا الشأن. فرنسا كان لها صحوة ومواجهة كبيرة مع التيار الإسلامي أو الإسلام المتطرف، وأعلنت ذلك صراحة سواء من خلال الرئيس ماكرون أو كان من خلال بعض البرلمانيين الذين تحدثوا حول هذا الشأن. وكانت هناك فكرة مواجهة لتركيا باعتبارها هي داعم لهذه الجماعة في الفترة الماضية حول هذا الأمر، وكانت يعني الخلاف التركي يدور حول دعم الإرهاب أو انتشار الإرهاب التي تدعمه من خلال هذه الجماعة. وخاصة أن مستشار أردوغان ياسين أقطاي كان يرى في أن الجماعة يعني هي
الذراع الرئيسي او عراف الارهاب في المنطقة. تمام. طيب هرجع للاستاذ مصطفى، هل يمكن ان يكون حادث فيينا يا استاذ مصطفى بدايه النهايه لتنظيم الاخوان الارهابي في اوروبا، وايه العواصم اللي ستسير على نفس نهج فيينا في محاصره الاخوان؟ الحقيقه يعني وجهه نظر حضرتك صح ان ده بدايه النهايه للاخوان، لان هو يعني الحكومه النمساويه من خلال انها يعني بتراعي حقوق الانسان، بتترك المعارضه تقول اللي هي عايزاه وهو لاخره، كانت الحقيقه متساهله معاهم جدا على اساس ان يعني ما كانوش منتظرين ان ممكن يقوموا باي اعمال ارهابيه. لكن وزير الداخليه بعد ما شاف الوضع ده قال ان العناصر دي لابد ان تخضع للمراقبه والتحقيق، وللعلم هو صرح انهم بيخضعوا للمراقبه منذ اكثر من عام، واشار الى ان لاجراء 21 الف ساعه مراقبه على هذه العناصر، وتم جمع اكثر من 1.2 مليون صوره لاجتماعات وتجمعات لاشخاص مجبولين بتحتاج الان الى مزيد من التقييم والفحص. وزاره الداخليه النمساويه الحقيقه بدات تتحرك بسرعه مذهله في يعني في هذا الوضع، والحقيقه يعني انا شخصيا بتعجب ازاي كانوا يعني لافتين النظر لهذا الوضع، ومره واحده يعني قاموا بحمله مداهمه على 60 منزل ومتجر لجماعه الاخوان ومنظمه حماس في 4 ولايات نمساويه، وتم اعتقال 30 شخص، وقدروا الاصول اللي تم مصادرتها بشكل مبدئي بنحو 25 مليون يورو. طب يعني ليه ما كانش الكلام ده يعني قبل الحادث الارهابي اللي حصل في فيينا او قبل الحادث الارهابي اللي حصل في فرنسا؟ انما يعني نقدر نقول الحمد لله ان بدات الامور يعني تسير في مجراها الصحيح، وبدا يحصل نوع من يعني المراقبه الحقيقيه والمراقبه يعني المستمره لهذه الجماعه الارهابيه، بحيث انهم يقدروا يسيطروا على الامور وما تفلتش الزمان منهم زي ما حصل في اكيد الوقت. انا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا طبعا من فيينا استاذ مصطفى عبد الله، شكرا جزيلا لحضرتك مدير مكتب الاهرام في العاصمه النمساويه فيينا، شكرا ليك يا فندم. وهرجع لك مره ثانيه استاذ محمد، يعني بحسب تقرير نشره مركز التطرف في جامعه واشنطن، فانه خلال الخمسين عام الماضيه استغلت الاخوان النمسا واصبحت ملاذ امن بالنسبه لها بالنسبه لقيادتها وعناصرها. قول لي اشمعنى النمسا؟ يعني ليه التركيز برضو على النمسا واختيارهم ليها؟ يعني اختيارهم للنمسا يعود لان هذه النمسا يعني ربما تكون ارض خصبه لجذب بعض الاسلاميين، وخاصه ان هناك اسلاميين كانوا ياتون من الاتحاد السوفيتي. ليه هي جاذبه بالنسبه لهم؟ كان هناك اسلاميين يعني اتوا من الاتحاد السوفيتي او الشيشان وسكنوا النمسا، هؤلاء يعني ربما تكون معرفتهم بالاسلام كانت ضئيله او غيره، وكانوا يستغلون هذه الجماعه هذه يعني العناصر او هؤلاء الاشخاص يعني ذو الخبره الضعيفه بالاسلام او عدم ادراكهم، واستخدام شعاراتهم الرنانه لجذب هؤلاء وجذبهم في صفوفهم. اضافه الى ذلك ان النمسا بمأمن كثير يعني او هناك امان كثير في النمسا عن دول اوروبيه في معاقبه جماعة الإخوان، وأن هناك تعدد للثقافات في النمسا وهناك تقبل للأديان الأخرى، فكانت تسعى هذه الجماعة إلى أن يكون للنمسا أرض خصبة لها، خاصة بعد أن وأن بريطانيا هي أرض خصبة أيضا لنشاط هذه الجماعة، ولكن كانوا يروا قيادات الجماعة أن هذه الأرض بمأمن كثيرا عن ربما يكون عقوبات أو فكرة أن يتم عودتهم مرة أخرى إلى بلادهم في حال تسليم أو اتفاقيات تسليم بين المجرمين أو الإرهابيين إذا اضطر أو تم وجود هذا الأمر. لذلك يعني كانوا يسكنون النمسا أو يعيشون في النمسا كمأمن لهم وأمان أكثر من دول أوروبية. طيب خلال الأسبوع الماضي كمان عقدت قمة أوروبية مصغرة لمكافحة الإرهاب والبحث في ضرورة مواجهة التحديات الإرهابية لهذه الدول، هل يمكن أن تنجح أوروبا فعلا في محاصرة هذه الجماعة وفي درء الخطر القادم منها، ولا الأمر اتأخر، ولا
يعني توغلت هذه الجماعة لدرجة صعوبة السيطرة عليها؟ فكرة أن يتم ضرب هذه الجماعة أو يعني فكرة أن يتم إنهائها خالص داخل المجتمع الأوروبي ربما يكون من الصعب خلال عام أو عامين، ولكن أوروبا الآن بدأت هناك صحوة كما أشرت أو وأشار السيد الضيف في الداخل الأوروبي حول مواجهة خطورة هذه الجماعة وضرورة مجابهة التهديدات الأمنية وعلاقتها بالتنظيمات الإرهابية، خاصة أن أوروبا اكتوت بنار الإرهاب. لذلك يعني هذه القمة التي عقدت وربما كان أهم مخرجاتها ضرورة مواجهة الجماعة من خلال الإنترنت وأدوات التواصل الاجتماعي، وخاصة أن أوروبا أدركت أن التواصل الاجتماعي والإنترنت هذه الجماعة تنشط عليها بصورة كبيرة، وتعتبر أن هذه الأدوات هي بيئة خصبة لانتشار الفكر الإرهابي، ومن خلالها يتم الآن ترويج الفكر الإرهابي. لذلك أوروبا أولى مخرجات هذه القمة كانت ضرورة المجابهة أو المواجهة من خلال الإنترنت وتبادل المعلومات حول فكرة الإرهاب بصورة أكبر أو فكرة عناصر هذه الجماعة. لذلك أوروبا ربما لم تتأخر كثيرا في هذا الأمر، خاصة أنه كان هناك نداءات منذ عدة أعوام لضرورة وضع هذه الجماعة على قوائم الإرهاب. لذلك يعني أوروبا الآن تسعى جاهدة، وأتوقع أو في توقع الشخصي أن أوروبا لديها من الإمكانيات ما يتيح لها مجابهة هذه الجماعة واقتلاعها من جذورها في الداخل الأوروبي، وإن كانت جادة في هذا الأمر وإن كان هناك إرادة فعلية لمجابهة هذا الدور الذي يتم تهديد المجتمع الأوروبي كليا أو تهديد أركان الاتحاد الأوروبي بصورة كبيرة جدا، خاصة أن فكرة نشر الإرهاب وتهديد المواطن الأوروبي أيا كانت ديانته أو غيره لن يقبله الاتحاد الأوروبي بصورة ما أو بأي شكل ما. وكان هناك إجراءات أو يعني حديث كبير داخل أوروبا في فكرة ضرورة اقتلاع الإرهاب أو حجب الإرهاب، وكان على رأس يعني ليس فقط جماعة الإخوان، وكانت هناك مجموعة أخرى من الجمعيات المنتمية للإخوان. لذلك أولى العناصر التي أولى الخطوات التي من المحتمل أن يتخذها الاتحاد الأوروبي أو الدول الأوروبية في هذا الأمر هو شل حركة هذه الجماعة من خلال مصادرة أو مراقبة الجمعيات الخيرية المنتمية لها ومراقبة العناصر الباردة في هذه الجماعة ووضعهم تحت رقابة وتحت مراجعة لتكفيف منابع التمويل. يعني بالضبط في البداية هو تكفيف منابع، وربما كانت فرنسا أعلنت بأنها ستعيد بعض الأشخاص المنتمين للجماعات الإرهابية إلى أوروبا إلى بلادهم مرة أخرى. ربما أيضا الدول الأوروبية تحذو نفس هذا الحذو، ويكون هناك نداء بضرورة عودة أي من له أفكار مخالفة إلى بلده أو إلى دولته التي هي الأم أو التي هرب منها إلى الاتحاد الأوروبي، مستغلا في ذلك أنه مظلوم أو حجة المظلومية التي دائما ما كانت عناصر الجماعة تتحدث عنها بأنهم مظلومون أو أنهم مقموعون في تلك في دول ما. هذه الحجة الآن بات الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية تدرك أنها ليست حقيقية وأن هذه الحجة زائفة، ويجب أن يتم مراجعة جميع الموجودين أو العناصر الإرهابية أو الإخوانية الموجودة داخل أوروبا في هذا الأمر، ويتم ترحيل من يثبت عليه إدانات بالإرهاب إلى بلاده أو غيره. هذه الدعوة خرجت في البداية من فرنسا، وربما نعول على أن فرنسا دائما ما كانت تحرك الاتحاد الأوروبي في المجال السياسي أو المجال الاقتصادي، خاصة أن فرنسا وألمانيا يحملان عبء الاتحاد الأوروبي بصورة كبيرة، والنمسا الآن تعاني من الإرهاب ولديها نداءات كبيرة بضرورة حظر هذه الجماعة حظرا كليا في الداخل النمساوي. طيب وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر قال أنه تم مصادرة 20 مليون يورو من أموال الجماعة جماعة الإخوان، ومعظمها أصول والباقي أموال سايلة، وأن التحقيقات أثبتت أن الأموال دي بتستخدم في تمويل الإرهاب. أهمية تصريحات زي دي إزاي، وتصريحات زي دي وقعها بيكون إيه كمان على دول أخرى يمكن تكون ما حسمتش أمرها من التعامل مع هذه الجماعة الإرهابية؟ يعني هذه التصريحات لها أهمية كبيرة جدا في الداخل الأوروبي، خاصة أن هذه التصريحات
تأتي من دولة أوروبية وتأتي من وزير الداخلية الأوروبي أو داخلية النمسا، والجميع يدرك متى نزاهة النمسا أو يعني أنها بدولة محايدة في هذا الملف، وأنها ليس لها علاقات يعني شبيهة أو مشبوهة بأحد. لذلك النمسا هذه التصريحات ستؤثر ولها صداها ليس فقط على متخذ القرار الأوروبي، ولكن أيضا على المواطنين الأوروبيين الذين ربما يحركون الشارع أو متخذ القرار بضرورة معاقبة أو وضع قيودهم الآخرين على هذه الجماعة، خاصة أننا نتحدث أنهم يمتلكون أصول بهدف البقاء في هذه الدول أو الحصول على جنسية هذه الدول والعيش بمأمن في هذه الدول، وأن يتم تنفيذ مخططاتهم في هذه الدول، وأيضا هذه الأصول تستخدم لاستخدام كعوائد أيضا لدفع أموال للإرهاب والعمل الإرهابي، خاصة أن كما أشار وزير الداخلية النمساوي في أن هذه الأموال تستخدم للدفع أو تحريك الجماعات الإرهابية في الداخل النمساوي، ربما أيضا لم يكن في النمسا فقط ولكن استخدمت أيضا لأموال خارج النمسا، وهذا ربما ما توضحه التحقيقات في المستقبل. أيضا فكرة هذه التصريحات لن تكن على صعيد يعني النمسا فقط، وربما تأثر بها بريطانيا التي ربما احتضنت الإخوان لفترة طويلة جدا، وكان هناك حاضنة في بريطانيا لجماعة الإخوان في الداخل البريطاني. لذلك من المتوقع أن يكون هناك أيضا تحركات في فكرة فرض حظر أو مراقبة أو مراجعة جديدة لجماعة الإخوان وفرض عقوبة، يعني إما سجن هؤلاء الإرهابيين أو عودتهم لبلادهم ومحاكمتهم كل من يثبت عليه تهم الإرهاب. لذلك الدول الأوروبية هناك تحركات كبيرة في هذا الملف. تمام، أنا بشكرك شكرا جزيلا، الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد ربيع الديهي، شكرا جزيلا لحضرتك، شرفتنا. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك، وبشكركم شكرا جزيلا. إن شاء الله بكرة معاكم لما جبريل في المواجهة، وأنا أكون معاكم إن شاء الله يوم السبت القادم. إلى اللقاء.